ريمونتادا تاريخيه، الاهلي ينجح في الفوز على انبي 2-1 ويقتنص الثلاث نقاط عن جداره واستحقاق. كابتن علاء الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. مباراه متعبه جدا للاعصاب، مش ممكن. لكن في الاخر لازم نتكلم كلمه حق، ان المكسب راح يستحقه، راح اللي بيسعى ليه يعني. مزبوط. بغض النظر بقى الجول جه امتى ما جاش امتى، لكن انت الاحسن في كل على طول. انت هتزعل لو الماتش حتى انتهى تعادل. بالظبط، يعني انت قاعد بتتفرج على مباراه مستني تجيب هدف في اي وقت، تاخرت هدف وتطورات كتير قوي في المباراه. لكن اللي عجبني تصميم لعيبه النادي الاهلي، صح، على ان هو لسه حتى لو بقى الهدف جه الدقيقه 75 لا لازم العب على اخر ثانيه، وده دي ميزه لعيبه النادي الاهلي. انت بتلعب لحد ما حكم يصفر، لكن معلش عشان الهلال هيرجع للمباراه. لكن معلش، ما عشان يعني مع احترامي الكامل لفريق ام بي مش الاقدر عشان يفوز يعني. دايما مش الاحسن بيفوز، بس مش بالمنظر ده، مش بالمنظر. انت شرحت الشوط الثاني بفاول يعني، حتى مش هجمه او هجمه منظمه، لا هي فاول جت في الجول بس. ده كل اللي اتعمل الشوط الثاني بالنسبه لام بي. الشوط الاول ما راحش تقريبا غير في اول ثانيه كده يعني. المباراه كلها مع النادي الاهلي في اخطاء، في تسرع، في حاجات كتير قوي، كور طوليه ملهاش داعي خالص. لكن انت الاقرب، انت مسيطر على المباراه، انت اللي عندك الحافز الاكتر، النزعه عندك كبيره قوي. النهارده من اول الثانيه لا واضح ان في حاجه غريبه، في حاجه مختلفه النهارده. صحيح. انك بتدور على ثلاث نقاط، بتدور انك تكسب، بتدور تطلع من نغمه التعادل والهزيمه اللي حصلت في الدوري العام. كان لازم المكسب النهارده، كان مهم النهارده انك صحيح. تكسب، والحمد لله. مكسب متعب جدا، لكن الحمد لله ثلاث نقاط يعني كنت لله. محتاجهم. صح. بس كنت محتاج انك تفوز اكتر من ثلاث نقاط، اكتر من كل الكلام ده. لكن يعني ببارك لكل لعيبه النادي الاهلي النهارده، يعني مباراه يعني فازوا بيها عن جداره واستحقاق فعلا. والمكسب بالصعوبه دي حلو في الاخر. اكيد طبعا حلو جدا. كمان لو سالت لعيبه النادي الاهلي النهارده يقول لك مكسب مش طبيعي. طبعا المكسب، خصوصا مثلا ما نيجي نتكلم على علي معلول. علي معلول تحس ان هو يعني صحيح. ممكن قلب وقف النهارده من هدفين، فاهم، وجايب ثلاث نقاط. اعتقد النهارده اللعبه كلها الحمد لله، مفيش حد بخل بحاجه فعلا. كابتن اسامه الف مبروك، فاز من يستحق. طبعا الفوز مستحق من بدايه المباراه. انت اللي مسيطر، انت اللي فرصك اخطر. ويمكن احنا قلنا الشوط الاولاني النادي الاهلي كان لازم يطلع كسبان، لكن هي المفاجاه. صحيح الاداء نسبيا قل الشوط الثاني باستثناء العشر دقائق الاخيره تاني اللي رجعنا بالحماس الشديد، حتى لو في اخطاء، لكن الحماس اللي هو بتاع روح النادي الاهلي وروح الفانيلا انه عايز يكسب، يحسب للعيب بالظبط اللي عايز يكسب، لان في فترات وقعت منك كتير من الشوط الثاني. لكن انت اللي كنت اقرب برضو للمكسب. فرقه امبي جابت جون مفاجئ. صحيح الفاول اتحط حلو جدا من مصطفى شلبي، ولكن توقيته الصعوبه ان توقيته كان صعب. الدقيقه 75 والوقت ده، انت جبت الجون الاولاني في الدقيقه 94 والجون الثاني في الدقيقه 96 ونص، يعني داخل على 97 اللي هي اخر ثانيه. فانت في 3 دقائق قدرت ترجع بهدفين، بس يمكن زي ما قلت كانت الفرص كتيره من الاول انك تجيب الهدفين. صحيح. دول كان لازم تحسم مبكرا. كان لازم تحسم مبكرا. فالفوز جه متاخر ولكنه مستحق. فمبروك لفرقه النادي الاهلي والجهاز النهارده، ومبروك لجماهير الاهلي، انه كان صعب قوي بعد 3 تعادلات وهزيمه انك حتى تتعادل النهارده، كانت تبقى صعبه. فالفوز جه في توقيت صعب، وده اجمل حاجه في اللقاء، انه الجونين جم في 3 دقائق، يعني في وقت صعب وظروف صعبه، وفي لعيبه كتير صغيره في الملعب، وفي لعيبه كانت بعيده عن الماتشات. فكون الروح دي اللي هي بتاعت روح الفانيلا تيجي لك برضه في اخر 3 4 دقايق وتجيب جونين، فهو فوز مستحق. والحمد لله يعني الناس صالحت بيه جماهير النادي الاهلي النهارده. الحمد لله. اللعيبه غير ماتش اللعيبه، غير مباراه البنك الاهلي. الحمد لله. كابتن عادل الف مبروك، الاهلي لعب افضل مبارياته في الفتره الاخيره واستحق الفوز. وكمان السعاده الكبيره انك تكسب في الوقت ده. بالظبط. ده الروح اللي قلته للكابتن علاء. دي الروح اللي انا سعيد بيها قوي. صح. مهما كان الاداء، انا مش هكلمك على اداء ولا اكلمك على ظروف ولا اكلمك على اي حاجه، بس انت بتطمن على النادي الاهلي من الحاجات دي. يعني دايما عاوز تعرف قوه النادي الاهلي بعد الدقيقه 90. لما انت بتصمم انك تكسب بعد الدقيقه 90، ده بتبقى في قمه عطائك كلاعبين. رغم ان كان الشوط الاولاني انت افضل كتير.
طول المباراه لو مقياسا ما بين انبي والاهلي، الاهلي الافضل والاهلي يكسب. حتى الهدف اللي جه من الكره الثابته يمكن المكسب لما جه 2-1 في الدقايق ده كان اسعد واقوى وبتيال وروحه اعلى وهيجيل يعني. وانت عاوز اقول لك يا كابتن يعني يخرجك من اي موقف. يعني احيانا المكسب اللي هو بيجي بصعوبه ده بيكسبك بطولات. مظبوط. وان شاء الله تكون دفعك كويسه قوي لماتش الوداد. وانا سعيد جدا بالرجوع وسعيد جدا باللعيبه جدا وسعيد باللعيبه الصغيره اللي لعبوا وما كانش خايفين. صحيح. حتى اللعيبه الكبار سعيد بعلي معلول، سعيد بكل اللعيبه ان هم يرجعوا في الوقت ده. صحيح. الحمد لله يعني حاجه كويسه. الحمد لله رب العالمين. كابتن بلال الف مبروك، يحسب للاعبي النادي الاهلي الروح العاليه، شخصيتهم لحد الدقيقه حاجه و90 علشان يرجعوا للمباراه وفعلا استحقوا الفوز بالثلاث نقاط. بص طبعا مبروك طبعا. روح قتاليه عاليه جدا جدا جدا. دي الحاجه اللي احنا بننادي بيها بقالنا زمن، بقالنا كتير قوي بنقول يا جماعه شخصيه الاهلي، روح الفنانه الحمراء، ما ينفعش الماتش يخرج واحنا مش يعني مش عاملين اللي علينا. النهارده الحقيقه نتيجه واداء يعني نتيجه النهارده النادي الاهلي كسب، يستحق المكسب. 6-7 فرص محققين النهارده، نسجل منهم 6-7 اهداف في الشوط الاول وحتى الشوط الثاني كمان، بنتاخر واحنا الافضل برضو تمام. ونتيجه ان انت الافضل عشان تعرف ان الكوره زي ما بنقول يا كابتن، لو انت الاحسن بتفضل طول المباراه بتحاول. يعني الماتشات اللي فاتت ما كناش الافضل، فانت مش طول المباراه بتحاول. النهارده لا، انت الاحسن من اول الماتش، فانت عشان كده حتى بعد ما جه فيك الجول انت ما زلت برضو بتحاول لانك انت الافضل طول المباراه. لا يستحق طبعا المكسب، مكسب رائع جدا، مكسب يرجعك يعني يرجعك لاجواء الدوري تاني. صح. مكسب يخليك يعني تبص للدوري العام كبطولتك المفضله بالنسبه لك. يعني النهارده لو لا قدر كنا تعادلنا او خسرنا كنا رابع في حسابات ثانيه وهن لسه قدامنا ماتشين بس والفرق. لا اللعيبه تعبت اعصابنا النهارده بس ريحونا في ولكن بالظبط. يعني ايوه كم يعني الحقني. لا تعبنا بجد يعني. عارف الماتش ده لو خسرناه كان هيبقى يعني اكتر ماتش ممكن تزعل عليه من الماتشات الاربعه اللي فاتت او الخمسه اللي فاتت. صح. اداء روح قتاليه، حاطط امبي في نص ملعبه. يعني النهارده احنا كل قبل الماتش كلنا بنقول امبي فرقه وسرعات وقوه بدنيه. صح. ولياقه وكابتن حلمي وطولان والتنظيم والتكتيك والاداء والزمالك كسب واتنين. طب النهارده احنا لا، الاهلي النهارده سكوادك ناقص 6 لعيبه مهمين جدا جدا جدا. الراجل مريح 2 من اهم اللعيبه اللي موجودين، عبد القادر وبيرسي تاو. بتتكلم على فرقه تقريبا انت بتلعب فرقه كامله ناقصه. مظبوط. ومع ذلك انت الشوط الاول تكسب امبي 4. صح. ده مش بس كده، امبي ملوش فرصه حقيقيه الشوط الاول، ملوش فرصه حقيقيه. يمكن الشوط الثاني كوره اتشاطت خبطت في اللعيب راحت والشناوي انقذها. فرصه طول المباراه تخيل يا كابتن، فرصه طول المباراه وانت ليك 6-7 فرص محققه. ما هو ده خلي بالك، ده اللي كان هيزعلك حتى لو تعادلت. يعني احنا بنقول ايه؟ لا حتى يعني لو تعادلنا كان واحد هيبقى طالع زعلان. شوف اللعيبه نفسها هتبقى طالعه زعلان. انا النهارده الحقيقه يمكن من الماتشات الحلوه. صح. الحلوه نتيجه اداء. انت بتادي بشكل رائع جدا جدا جدا، انت افضل طول المباراه. يعني كلموا على ايبوكا كتير جدا، انا مش شايفه النهارده في ملعب حقيقي. مش شايفه يعني. لعيبه النادي الاهلي درس النهارده. محمد هاني بيلعب في مكان مش مكان. صح. رامي ربيعه الماتش اللي فات بيلعب ميد فيلدر، انا بلعب سنتر باك. ما بس واقفين كويس، تنظيم دفاعي جيد جدا. ما شفناش ايبوكا النهارده يعني في اي كوره، كل الكرات عاديه طبيعيه. مزبوط. انا راس حربه بستلم واحطها للي جاي اللي جاي قدامي، لا رقص ولا شط ولا عمل، ما فيش حاجه خالص. صح. انت النهارده انبي هجوميا يكاد يكون عنده حاله شلل. انت اللي عملت الحته دي، مش حد تاني، مش هو، انت اللي عملت الحته دي. أنا انت اللي ضغطت، انت اللي سيطرت، انت اللي لعبت. صح. انت اللي كنت بتضغط زي ما اتفقنا من اول قبل الاستوديو، لازم تضغط مش قدام عشان تخلق فرص، وده اللي انت عملته. مزبوط. ضغطت من قدام بالاربعه الخمسه اللي موجودين. صح. قدام بالاضافه النهارده يمكن واحده من المباريات الحلوه لحسين الشحات من وجهه نظري تكتيكيا. مزبوط. ممكن ما يكونش يعني جماليا افضل شيء، لكن تكتيكيا النهارده. صح. لعب كويس جدا، جات له يعني صنع فرصه او اتنين، لعب اكتر من كوره حاول على المرمى. بيرسي تاو لما نزل برضو كان في محاوله جيده جدا جدا انقذها جاد. الحقيقه اللي بشوفه يعني من افضل لعيبه او نجم المباراه يمكن الاوحد النهارده بعد علي معلول اكيد طبعا لتسجيله الهدفين.
مع ان علي معلول برضو انا محتاج منه اكتر من كده بكتير. يعني الحقيقه انا هتكلم على الاداء الفني فيما بعد، بس خلينا النهارده خلينا في الوقت الحالي نتكلم على الاهلي واداء وروح القتاليه. مزبوط. افضل في كل لو عملت مقارنه ما بين انبي والاهلي، لا الاهلي في حته ثانيه مختلف تماما. صحيح. يعني انبي ما جاش المباراه، هو دخل المباراه بالهدف. ايوه بالظبط، غير كده ملوش اي تواجد. بالظبط. فمبروك لعيبه النادي الاهلي النهارده، روح قتاليه عاليه جدا، اداء فني رائع جدا جدا جدا، برغم ان انت بتلعب بفرقه ناقصه 6 لعيبه او حالي يمكن 7 لعيبه كمان. اتكلم على 3 4 فرق طبعا اساسي، 2 سنتر باك ادي 1، باك رايت ادي 2، تمام، 2 في نص الملعب، ادي 5، واحد وعندك كمان وبره وعبد القادر بره، كان في 7 لعيبه. 7 لعيبه مش موجودين النهارده. انا بس في لقطه، هي مش لقطه، لقطتين، والنادي الاهلي خسران 1-0 وناقص 9 دقايق، والنادي الاهلي خسران 1-0 وناقص 9 دقايق، ولقطه ثانيه بعد النادي الاهلي ما جاب 1-1 في ال7 دقايق اللي حسبهم الكابتن محمد صباحي، ولقطه وهو بيشوف الفار والنتيجه 1-1 وبيتاكد من صحه هدف علي معلول الثاني، لقطه الجماهير، 3 لقطات معبرين جدا 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 عن جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني يا ريت لو حتى الصور موجوده عند الاعداد يا ريت يجيبوها لنا عشان تشوفوا عظمه جمهور النادي الاهلي في الاوقات الحرجه، في الاوقات الصعبه. الحاجات دي بتفرق جدا 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 معانا كلاعيبه، سواء في الملعب او خارج الملعب، وده المفروض اللي يحصل من جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه. عارفين حتى لو الماتش كان طلع تعادل النهارده كنا هنقول نفس الكلام، لو كان طلع هزيمه لا قدر الله كنا هنزعل، بس كنا هنقول برضو نفس الكلام، لان عظمه جمهور النادي الاهلي في الصور المعبره اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي، وان شاء الله هنجيبها لكم. طيب كابتن علاء، اعتقد ان النهارده هيدي دفعه معنويه للي جاي، بس خلينا نتكلم بصوره فنيه اكتر واقعيه. يعني اداء النادي الاهلي مختلف عن الماتشات اللي فاتت، مع انه الماتش النهارده زي ما الكابتن بلال وزي ما قالوا الكباتن هو بيفتقد 7 من نجومه الاساسيين. المقوله الشهيره، الاهلي ومن حضر. فانيلتك بتعمل لك حاله من الثقه، حاله من الحماس، حاله انك من المكسب. النهارده الفرق بين مباراه النهارده ومباراه مثلا البنك الاهلي دخولك المباراه، صح، نزعتك الهجوميه، استرارك، روحك، انت عايز تخلص المباراه النهارده. خلصتها امتى بقى؟ زي ما شفنا كده في الوقت بدل الضايع، بس هتخلصها النهارده، عشان حتى بعد الهدف برضو انت نفس اصرارك ونفس تركيزك، وبتدور انك ازاي تجيب تعادل وعايز تكسب. انت مش بتفكر في تعادل، انت بتفكر في مكسب، مع ان الوقت قليل جدا، بس هو ده تفكيرك النهارده. هو ده المختلف النهارده يا ايمن. الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده بيفرق مع لعيبه النادي الاهلي، عشان دي حاجه اساسيه في حياتك، حاجه اساسيه في طريقتك، حاجه اساسيه في لعبك، حاجه اساسيه في بطولاتك، ان انت بتنزل مباراه متحمس جدا، مركز جدا، بتدور على مكسب، ما بتضيعش وقت، ما بتديش وقت للفرقه الثانيه ان هي تدخل مباراه معاك رايح جاي. لا 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 خالص. النهارده انت مخلي فريق انبي اقل من البنك الاهلي، مع الاحترام الكامل للانبي. صحيح. انت مخليه اقل من البنك الاهلي، مع ان فنيا انبي اعلى، المفروض انبي اعلى وعنده لعيبه ومحترفين والكلام كتير قوي، لكن انت، انا دايما بقول لك كلمه هنا في الاستوديو، انت اللي بتخلي منافس، يا اما منافس قوي يا اما منافس عادي، انت مش حد تاني، مش هو. انت ادائك، دخولك المباراه، تركيزك، روحك، بس هو ده اللي بيفرق معاك يا ايمن دايما. مش كده بقول لك المباراه على فكره ده فات منها 3 ايام من دي ومن دي، بص شكلك النهارده عامل ازاي، شكلك مع البنك الاهلي عامل ازاي. مفيش، مع ان المفروض انبي المفروض احسن من احنا كابتن عايزين نلعب كل يومين ماتش. والله لو بالطريقه دي مفيش مشكله. والله لا يعني طبعا لو انت الشخصيه دي موجوده في كل مباراه طبعا، وروح الفانيلا الحمراء. بص يا كابتن، هو الجمهور، لا في لقطات كان الجمهور واقف، مش ممكن يعني. ايوه بالظبط، دي صور مؤقته لحد ما يجيبوا لنا بقيه الصور ان شاء الله رب العالمين. جمهورك كمان عنده ايمان بيك مش طبيعي. بالزبط. يعني جمهورك مؤمن بيك ومؤمن ان انت بتلعب لاخر لحظه. بص يعني ده بعد هدف التعادل. ايوه بالظبط، الناس
التعادل مش فرحان عشان التعادل بالزبط. انا بدور انا عايز افرح عشان الهدف الثاني اللي هو الهدف الثاني ابدا ادور الهدف الثاني عشان انا عايز اكسب مزبوط. هو ده على فكره الكلام ده مش سهل انك تخلي الشعور ده بينك وبين جماهيرك حته الجماهير مؤمنه بيك قوي وانت كمان مؤمن ايمانك بنفسك وايمانك ان ممكن تكسب دي حاجه في كره القدم حاجه مش سهله بس اللي يفهمها بتنزل الملعب بيقول لك يعني ايمانك بنفسك ايمانك بفرقتك ايمانك انك تكسب دي حاجات في كره القدم لما توصلها يبقى انت وصلت لمرحله عاليه جدا صحيح. مش ان انا بنزل اقدم مباراه وخلاص وتمشي لا 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 الموضوع مختلف تماما مع لعيبه النادي الاهلي والعقليه نفسها وعقليه جماهير النادي الاهلي أيوه. مع جماهيرك جماهيرك واخده عقليتك واخده روحك واخده حماسك اه الجماهير اوقات بتتدخل لما بتحس ان الامور هاديه شويه لكن النهارده جماهيرك رايحه المباراه عارفه انت هتبقى عامل ازاي النهارده حلو اتفضل نتكلم بقى على الاداء الفني بين الشوط الاول والشوط الثاني الشوط الاول انت عملت شوط جيد جدا كويس كان ينقصه حاجه واحده هدف بالظبط كويس الشوط الثاني قلت بعض الشيء في البدايه سمحت الام بي في بعض الفترات ان يدخل معاك في جوه المباراه لكن ما عملش خطوره ولكن بالظبط الا الهدف اللي جه نخلي بالزبط. كلامنا يعني خلينا الشوط الاول موضوع ماشي الشوط الاول انت بدات بدايه ممتازه 25 دقيقه كويس وبعدين حصل هدوء حوالي 10 12 دقيقه هاي. خد لعيبه ام بي خدها نفسهم شويه هاي. رجعت تاني استحوذت وبديت تضغط وكده واهداف ضاعت كتير قوي الشوط الاول معمول حلو جدا وكلنا اتكلمنا عنه بسرعه ان انت كان ناقصك هدف لان انت عملت كل حاجه في الكوره ضيعت اهداف وضغط ومستحوذ وكل حاجه وفي ناس النهارده لما نيجي نتكلم على نجوم المباراه يمكن على راسهم النهارده محمد مجدي محمد مجدي النهارده رقم واحد في المباراه عامل مباراه ممتازه احمد نبيل النهارده مع ان المكان كبير وتقيل وصعب عليه لكن أدى بامتياز النهارده يعني هما الاثنين دول فرقوا معاك الباقي كله نجوم هاني انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك الباقي كله نجوم هاني هايل رامي هايل كمان يعني لكن الاثنين دول كانوا مؤثرين قوي في ادائك اي خصوصا محمد مجدي محمد مجدي كل كره النهارده تحس ان في حد في الملعب زي ما دايما اسامه بيتكلم حد عقل بيوزع لك اللعب كويس ممكن يكون اخطا باصه او اتنين لكن طبيعي في لعيب الكوره لكن مجمل اللعب كله لا الراجل شايف الملعب كويس قوي اتحرك كويس عنده ثقه في نفسه مش قلقان مش عنده تسرع لا أيوة بيلعب كره هاديه أيوة. الشوط الثاني دخلت المباراه بس يعني هو الشوط الاولاني كان هيمنه وسيطره ولكن كان ينقصه حاجه واحده بس كويس اللي انا كنت اتكلمنا هنا بين الشوطين قلنا بسرعه كده كلنا اجمعنا قلنا الخوف ان امبي مش بشكل نفس الشكل الشوط الثاني الى حد ما امبي قفل شويه مساحات في القلب وبدا يعمل عمق لكن انت برده كنت مستحوذ وضيعت فرص كلها كانت ازاي اللمسه الاخيره اثنين لحسين الشحات التوقيفه بس بتفرق يا ايمن صحيح. واحده عند عند علي برده نفس الكلام هي كلها بس ازاي التوقيفه نفسها امبي ما خلاص ما بيعملش حاجه امبي لكن امبي انت اديت له متنفس الشوط الثاني ان هو بدا يستلم الكوره بيعمل باص 2 3 الشوط الاول ما كانش موجود لكن الشوط الثاني بدا يعمل الموضوع ده بدا الضغط يهدى شويه والمباراه ماشيه كده وانت بتحاول تضغط تغيير ده كلها بتدور على هدف بيرسيتاو نزل انت عايز تجيب هدف الى ان جت الضربه الثابته 1-0 الامور بقت اصعب جدا بالنسبه لك لكن هنا بقى يبان زي ما بقول كده ايه معدنك صح معدن لعيب شخصيه لعيب معدن بتاع لعيب كره النادي الاهلي شخصيتك وحماسك وثقتك في نفسك وايمانك بنفسك انك لا لسه بدري وهتعادل وهكسب هو ده النادي الاهلي يرجع بالتاريخ كده ورا زمان دايما كده بيحصل تبقى خسران ومش بتدور على تعادل لا ده انا بدور على تعادل عشان عايز اكسب يعني الطبيعي انت اقصى امانيك ايمن انت وجماهيرك تدور على تعادل في الوقت ده انت فاهمني لا ده لعيبه النادي الاهلي وجماهيرها عايزين يتعادلوا بسرعه عشان هم عارفين هم هيكسبوا هو هي الروح كده ال 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 الفلسفه اللي عند جماهيرنا وعند لعيبه النادي الاهلي هي كده بس أنا عندك الثقه كجمهور بالظبط عندك الثقه في اللعيبه اللي في الملعب الثقه في اللعيبه في الملعب مهما كانت اللعيبات برضه ولا مهما كانت الاسامي في الملعب هو أي. عارف ان التيشيرت ده غالي عند اي حد بيلبسه صحيح. غالي قوي فما يصعب عليه ان هو يطلع متعادل او يطلع خسران دي حقيقه والله مظبوط صح ما هو مش متخيله فتخيل ده جماهيرك اللي قاعده مدرجات خلينا نتفق في الملعب انت في الملعب انا متاكد ان كانت في لعيبه ممكن تكون هتتجنب الدمع ان هي ممكن تطلع متعادله النهارده مزبوط. عشان النتائج اللي قبل كده لكن لا اصرارك تعادل والتعادل لا عشان عايز اكسب 2-1 وفي اصعب جدا لا المباراه فيها حاجات كتير قوي قوي حلوه قوي النهارده صحيح. تبقى ان شاء الله تكمله للقادم يا رب ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله
بس قولوا النبي للمسؤولين عن الكره في مصر يرضوا عننا ان شاء الله. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. من جيب بتواصل معاك كابتن ايمن ضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز كبير، فوز صعب، ولكن دي قيمه النادي الاهلي، ودايما زي ما بنقول النادي الاهلي بمن حضر. اي 11 لاعب هيلبس تيشيرت النادي الاهلي هيبقوا عارفين قيمته وهيلعبوا لغايه بعد الدقيقه 90 وحققوا الفوز طالما توفرت العاديه اللي ما كانتش متوفره بشكل كبير النهارده، وده اللي كنا شفناه في الملعب. معايا بعد انتهاء المباراه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن الف مبروك المباراه، يعني في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، بس بدايه تعليقك على روح اللاعبين ولغايه الدقيقه معدي 90 ومغلوبين ومفيش حد عنده شك ان احنا هنفوز وهنكسب وكله كان متكاتف في الملعب. يعني الحمد لله طبعا، يعني فضل ربنا علينا كبير النهارده. يعني عدد من الفرص ضاعت في الشوط الاول، عدد من الاهداف المهدره، في امور كتير قوي ممكن تتحسب. يعني اللي انا شفتها يمكن لمسه اليد ما شفتهاش لان انا في الملعب، لمسه اليد كان في الشوط الاول بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني اللي الفار استدعاه، او بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني. لكن في واحده لحسام حسن مش ممكن ما تتحسبش، مش ممكن. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، مكسب كنا محتاجينه جدا. فبعد عدد من المباريات كان فيها اخفاق بشكل كبير، تأزمت المباراه بشكل اكتر في بهدف نادي انبي، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نرجع في تقريبا في الدقيقه يعني 94 و97 حاجه كده يعني. لكن الحمد لله على كل شيء. كابتن على تعليقك النهارده، مش بنجامل ولا بنقول، ده اللي شايفينه الناس واكيد كل جمهور مصر شايف الكلام ده في التلفزيون، يمكن احنا شايفينه موبايل يعني في المدرجات بموبايلات 7 بوصه، فما اعتقدش ان الحكم ما شافهاش. 3 ضربات جزاء بما يدعي على جمال الشك. الحكم استدعى يعني حكم الفار استدعى حكم المباراه في واحده بس، واثنين ما استدعوهوش من الاساس. تعقيبك يعني الناس كلها، ده مش راينا احنا بس، ده راي اي حد شاهد المباراه. بص يعني انا مش عايز اتكلم في الامور التحكيميه كتير، لكن يعني لان خلي بالك العالم كله بيتكلم في الكوره عادي جدا، العالم كله بيتكلم في لقطات في المباراه عادي جدا. احنا هنا للاسف عندنا حساسيه كبيره قوي، تحديدا يعني لجنه الحكام لما بتيجي تتكلم على لقطه ولا اتنين وكان دي من المحرمات يعني. لا طبعا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده. المشكله دي مش سببها تصريح واحد بيقوله او حد بيطلع ينتقد حاجه، لا في ناس مغميه عليها مش عايز تتكلم في الموضوع ده خالص. يعني عندنا مشكله كبيره في ده. يعني هل احنا يعني باسمنا ومكانتنا تمام، يعني على مدار مثلا كاس الامم الافريقيه او الاولمبياد او كاس العالم للانديه، النهارده انت ما فيش ولا واحد ولا حكم في كاس العالم. في كاس العالم اللي جاي 6 المختارين بتتكلم، ما فيش اي حد منهم، ما فيش غير ابو الرجال. وخلي بالك بقى على المقابل احنا عندنا مساعدين حكام جامدين جدا، رائعين جدا، ممتازين جدا. يعني احمد توفيق طلب على ابو الرجال، على زامل، على احمد حسام طه، مجموعه، وطبعا وسمير بحفظ الالقاب. عندنا مساعدين رائعين جدا جدا جدا، ويوسف، ومش عايز انسى حد الحقيقه يعني. لكن كلهم كويسين جدا. في المقابل الناحيه الثانيه في حاجه لازم نبص لها بمنتهى الهدوء. واحنا يعني انت بتقول لي 3 ضربات جزاء، وانا هادي جدا ومش متعصب ولا حاجه، لكن على كابتن عصام عبد الفتاح ان هو يراجع الامر. يعني بدل ما هو يعني شاغل نفسه ان هو يطلع يرد علينا في كل كره فيها شك، يعني المباراه اللي فاتت ما سابش قناه، ما طلعش قال لك لا هدف الاهلي، سيبك من التصريح بتاع روح البروتوكول وروح القانون مش هتكلم عليه، ده هو يخصه يعني، يخصه هو يعني. الانجليزي اللي اخترعوا اللعبه وعملوا القانون تمام مترجمين كتاب القانون غلط عند كابتن عصام. لا يعني الكره بالنسبه له الناس دي هي اللي ما فهمتش. حصل في الدوري الانجليزي بعدها بيوم على طول، فيقول لك هم اللي غلط، مش دي بتاعته. لكن اختياره نفسه يعني حتى وهو بيقول روح القانون، يعني انت مؤمن ومصدق ان الكوره مش قانونيه بدليل استخدامك لللفظ مظبوط، او قال روح البروتوكول، يعني استخدامك لللفظ يؤكد ان دي ملهاش علاقه بالقانون مظبوط كده. مش هتكلم على اللفظ نفسه، لكن انا بسال سؤال ليك هن، يعني انت شاغل نفسك بكل حاجه لينا احنا. طب هل انت مثلا في كل المحاولات او كل المرات يا كابتن عصام بتطلع بنفس الطريقه او بنفس عدد المرات في كل القنوات التلفزيونيه؟ يعني مثلا كره الونش مع كابتن محمد معروف مثلا، هل انت طلعت وقلت مثلا يعني لا تستوجب طرده على الناس ما طلعتش؟ هل انت في كره محمود عاشور في مع محمد الحنفي في طلائع الجيش، البنالتي اللي مصر كلها والعالم العربي والافريقي كله احسن، ومش عارف ايه الدويتو اللي مش مادي لنتيجه كويسه؟ انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى حكم الفار واحد واللي معاه الثاني حكم اخر والاثنين بيساعدوا بعض بشكل كويس قوي، لكن الدويتو بتاع كابتن محمود عاشور ومحمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي
ما قداش ثماره خالص اصلا، كل ماتش فيه مشكله. يعني السنه اللي فاتت الاهلي والاسماعيلي محمود عاشور على الفار ومحمد الحنفي على في الملعب، بنالتي لاغاي مش ممكن. السنه دي المصري والاهلي على الفار بقى عكسه، محمد الحنفي على الفار ومحمود عاشور في الملعب، طرد مش ممكن. زمالك وسموحه بنالتي لكابتن محمد الحنفي، كابتن محمد الحنفي انا في تقييمي ان هو حكم كويس قوي، في تقييمي كان حكم كويس قوي، بس لقيت في اخر مثلا يعني سيزون في ست ضربات جزاء ما بيتحسبوش خالص. انا قعدت بقى اليومين اللي فات اللي بقول لتحديدا لكابتن محمد الحنفي اتفرج عليه، اه والله يعني جبت مباراه لينا ومباراه ليه اتفرج عليه، انا لقيت اكتشفت حاجه غريبه جدا. انا بقول لك ان تقييمي ان هو كان حكم كويس، بيسيب مساحه لعب، كنت اظن كده ان هو بيسيب مساحه لعب، لا ده طلع حاجه ما بيشوفهاش اساسا، لان هو بيجري طولي يعني كابتن حنفي بيجري كده تمام يمين رقم 8 عارف بوكس تو بوكس، لا الحكم بياخد منحنيات عشان زاويه الرؤيه بالنسبه له. انا لاحظت ده، انا ماليش مش مهني، انا لاحظت ده تمام. هل انت كواحد كناس مسؤول عن التحكيم ما بتلاحظش ده، ان انت مثلا كميه الفاولات اللي بتبقى على الجنب وما تتحسبش، او اللي عند ناحيه الكورنر وما تتحسبش، الوضع البوزيشن او الجري اللي بتاخده مش مظبوط، مش هيديك مساحه رؤيه. طيب السؤال الثاني بروح القانون اللي هو قالها كابتن عصام، طيب اختيارنا للحكام اللي مرشحها لكاس العالم كان كابتن امين عمر، مظبوط كابتن امين عمر، يعني لو هي قانونية 100% بلفظ اللي قاله رئيس لجنة الحكام ان ده قانوني 100%، انا هطرح السؤال الاعمق، انت استخدمت روح القانون، طب هل ينفع ان الراجل اللي انت مختاره رقم واحد يمثلك في كاس العالم، سيبك انه ما راحش، ما يبقاش عارف القانون؟ يعني هل ينفع ان انا كحكم ما بقاش عارف القانون، ما بقاش عارفه؟ يعني كوني ان انا يستدعيني حكم الفار يجوز له ولا ما يجوزلوش الاربع حالات والخمس حالات اللي بنتكلم عليها، لكن انا كتحكيم حتى مع كابتن صباحي، يعني انا نزلت سلمت عليه وخلاص المباراه خلصت، مجرد ما بتنتهي 90 دقيقه خلصت. كابتن صباحي عندهم يعني في احداث سابقه مش مظبوطه، وانت يا كابتن عصام تحديدا مع كابتن جهاد جريش قعدت حوالي سنتين عشان حدث، طيب ليه بتجيبه تاني معانا؟ يعني ليه تاني معانا في حاجه المفروض ان انت بتتكلم في لقاء كان جاي بعد مشكله اللي هو بتاع البنك الاهلي. طبعا انا مش عارف اقول ايه الصراحه، لكن هي مجموعه كبيره جدا، مش الاستفسارات، التعجب خروج. بالمناسبه انا اسف لقطع حضرتك، بس في تعجب عندنا شخصيا مش عارف هو ليه جمع العقل، احنا الكوره الليله لما بتبقى لينا بيبقى صعب. تعجب عندي انا شخصيا، تعجب معاك شخصيا، وهو نفسي كابتن عصام يطلع يرد يقول لا يا سيد انا بقول في كل الحالات، نفسي اطلع ورد كده وقول لي يا كابتن عصام انت في كل حالات للاهلي بتطلع ترد كلها، وللاسف كلها ما فيش مره صدفت ان الاهلي مثلا فتقول يعني ايه احنا عندنا غلط او عندنا خطا، بلاش غلط، عندنا خطا وهنصحح كله، انا هرد على الاهلي بالقانون، قانون ايه اللي ترد عليه؟ يعني قانون ايه اللي ترد عليه؟ وبعدين انا عندي معلومه برضو لو هي حقيقيه هتبقى كارثه بالنسبه لي. هل في اجتماع الحكام اللي فات مثلا قلت لهم سيد عبد الحفيظ لو طلع من على الدكه يطرد؟ هل دي اتقالت ولا لا؟ ولو اتقالت هل تصح ولا ما تصحش؟ يعني ينفع ان انت تقول مثلا يعني طب انا بشوف كل الناس، كابتن امين عمر نفسه في مباراه الوداد مع شباب بولوزداد وهو رايح يشوف الفار، سيبك انها ضربه جزاء من وجهه نظري 100%، لكن هو ما حسبهاش مش مشكله، انا الدكه بتاعه الوداد كلها عن بكره ابيها كلها راحت اعترضت، هو ما اداش حاجه خالص، طب اشمعنى انا لما رحت لك قلت لك يعني كارت احمر على طول؟ فكابتن عصام رد عليا لان ده هيبقى تعجب اكتر لو انت نبهت على الحكام، لو امن الدكه زي المعلومه ما جات لنا او جات لي تمام، هل ده صح ولا ما يصحش؟ القصه الثانيه بقى، هل انا دلوقتي انا كنت صح مع كابتن امين عمر، انا كنت صح، انا قلت له انت رايح تعمل ايه؟ انت عامل حساب لمين؟ رايح تعمل ايه؟ مش من حقه يستدعيك اصلا، راح طردني. هل لما انا كنت صح بقى والقانون كان في صالح انا، هل بروح القانون ترجع لي الغرامه اللي فرض عليها اتحاد الكوره؟ ما انا صح اهو، يعني العقوبه ان انا توقف ماتش، اتوقفت. هل بروح القانون بقى لما طلع واكتشفت ان انا صح في اعتراضي ده مثلا او عدم موافقتي على ده، هل بروح القانون ترجع لي الغرامه اللي اتحسبت عليا؟ ما انا بدفعها، يعني انا ادفعها، فلما دفعتها يعني انا كنت صح فيها، فلما اكون صح من الحق الادبي ليا ان انت ترجع لي حتى الغرامه او تلغيها يعني.
لكن انا مش عايز اتكلم بقى خلاص كتير يعني عن الموضوعات ديت، لان يعني احنا بقى لنا احنا كام ماتش دلوقتي، يعني بنتكلم احنا لسه بدري قوي، ده السنه طويله قوي، ده الليله كبيره قوي. فخلينا ناخد الجانب الايجابي، الجانب الايجابي الحمد لله رب العالمين باصرار وروح وعزيمه، و يعني الحقيقه برضو الحقيقه من المباريات اللي ممكن يعني اشوف فيها الاجيال المتواصله، يعني زياد قدم ربع ساعه تلت ساعه على اكتر احسن ما يكون من الجهد والعرق والاصرار، كوكا قدم مباراه كويسه جدا، الباقي طبعا يعني طبعا على فترات عشان ما يبقاش بجامل حاجه، يعني في ناس على فترات اوكي، لكن الحمد لله رب العالمين كنا محتاجينها قبل السفر للمباراه النهائيه، وان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل بالنسبه لنا، هيبقى عندنا فرصه ذهبيه بالنسبه لنا بعد النهائي 15 16 يوم 17 يوم. يعني انا بتكلم بمنتهى الهدوء عشان بس ما حدش يبقى بياخد كلام بعصبيه ولا حاجه يعني، ومش عايز حد ينصحني من الاخوه الاعلاميين، يعني انا مش بعترض عليكم وسايبكم تقولوا اللي انتوا عايزينه، فمش عايز حد ينصحني، يعني مش عايز حد ينصحني نصايح، يعني هي ابعد ما يكون في كره القدم. احنا بنشوف جارديولا جلاله قدره، الراجل اللي هو يعني محنك بيتكلم وبيعترض عادي جدا، لكن احنا عندنا حساسيه شويه من اي حد يقوم على الخط، ده تجاوز. وبعدين انا مش فاهم يعني ايه المشكله لما مدير كوره او مدير فني يطلع بس ما يتلفظش بحاجه، عشان بس حد يعني انا مش مزعلت زعلان من 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 محمود عاشور او كابتن محمود عاشور، مش مساله زعلان منه، انا ما بزعلش من حد خالص، لان هم في النهايه بالنسبه لي شغل. انا ترضي في ماتش المصري لحاجتين، بقول له ده ضرب من غير كوره، قلت له كده، راح مديني انذار، قلت له انت مش هتتغير معانا خالص يا كابتن عاشور، راح مديني كارت احمر. الناس والمسؤولين برضو بمنتهى الاحترام يا كابتن عصام، بمنتهى الاحترام، قل له طب انت طردت سيد عشان الحتتين دول، تمام؟ يوم 21/11/2020 الزمالك كان بيلعب مع اف سي مصر، مصطفى محمد اقسم بالله كان هيتقلع فانيله كابتن محمود عاشور، اقسم بالله ما اداله حتى تحذير. طب انت عشان الميزان يبقى معدول هاتوا في الحالتين، انت طردت سيد هنا عشان اعتراض قال لك كلمه هنا، طب هي ما خدتش انذار ليه؟ بس انا بتكلم على الاثنين، وانا لا صاحب حد ولا عايز اصاحب حد ولا عايز حد يصاحبني، تمام؟ لا في الكوره ولا بعد الكوره، يعني بعد ما نمشي، لكن احترام متبادل. انا بقول لك نزلت سلمت على كابتن عصام، كابتن الصباح نزلت سلمت عليه، تمام؟ وخلاص يا كابتن وخلص الماتش، اوكي؟ والامر بالنسبه لي هي كره قدم 90 دقيقه، لكن ال 90 دقيقه بتحصل فيها حاجات، مش عايزين ناخد جزء منها بس، ال 30 ثانيه 40 ثانيه 50 ثانيه ونبني عليها قرارات وردع، لا مش هينفع يعني. اخيرا كابتن سيد، بعد الفوز الكبير النهارده بالاداء دوت وقبل نهائي افريقيا، رساله للاعبين ورساله لجمهور النادي الاهلي. رساله للعيبه خلاص، يعني انت هتقفل الصفحه دي بكل ما فيها، احنا تعبنا في افريقيا جدا من يوم 16/10 من اول رحله النيجر واحنا بنلعب في افريقيا، خلاص فاضل خطوه واحده بس ايا كان الملعب فين، نلحق نلعب بقى قبل ما يقولوا لنا لا هتلعبوا 10 نلحق نلعب على طول، يعني هنروح بشخصيتنا بفكرنا، عايزين العدل بالنسبه. انت عارف اقول لك على حاجه، معلومه ممكن ما حدش يعرفها، انت عارف ان الماتش ده بتاعنا احنا، يعني الماتش ده ترتيب الماتش فيه الاهلي والوداد، طرفه الاهلي والوداد، فاهمني؟ الاهلي والوداد، ف احنا الاول، يعني المفروض ان احنا صاحب الملعب، فيعني الحاجات اللي هي مناصفه ولا حاجه محتاجه انها انا مش عايز بس يعني يتاخد كلامي ان انا بهاجم، ما بهاجمش حد خالص والله، انا بقول لك سلمت على كابتن صباحي في ضربتين في ثلاثه في اربعه في 10، لكن المباراه خلصت، ومجرد ما بتخلص خلاص كل واحد يعني الف شكر ليك والف شكر ليك ونشوف اللي جاي. يعني اخيرا يمكن تم الاعلان عن طاقم التحكيم والمراقبين وكل حاجه لمباراه الاهلي والوداد، هل حضرتك ليك تعقيب على الاختيارات؟ لا يعني طبعا فيكتور جوميز من احسن الحكام اللي موجوده في الساحه الافريقيه طبعا، يعني لكن في النهايه يعني احنا على استعدادنا وترتيبنا، وان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله، هي مباراه ختاميه يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، يعني ايا كان هتتلعب فين ايا كان لحد دلوقتي يعني الامر ايه، لكن احنا في النهايه جاهزين، افصل اللعيبه، هتتلعب في المغرب، هتتلعب بره المغرب، هتتلعب في اي مكان، هنأديها ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، ونكون عند حسن ظن جمهورنا يعني باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق ومستنيين بطوله افريقيا باذن الله. شكرا.
كابتن ايمن، دقق لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي يبقى في انتصارات وافراح، وان شاء الله تكون خطوه مهمه جدا وفوز معنوي كبير قبل ان شاء الله نهائي افريقيا، ودايما النادي الاهلي في المقدمه ودايما النادي الاهلي رقم واحد. كلمه الكابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن سيد، مشاكل التحكيم لن تنتهي، يعني المشاكل بقى لها 3 4 سنين هي ضد النادي الاهلي. يعني هو في ضد شخصك، ولكن هي ضد النادي الاهلي للاسف. قدرنا وهنستحمله، اما الغرامات زكاة بقى عن عافيتك. معلش كابتن اسامه، نتكلم بقى على الناحيه الفنيه. كابتن علاء قال ان برغم الغيابات النهارده انما ده ما كانش مؤثر جوه الملعب. الماتش اللي فات ما كانش فيه نسبة الغيابات دي، ولكن الأداء لم يكن بنفس الأداء. مش الروح بس، احنا مش عايزين نتكلم عن خلاص الروح، احنا اتكلمنا عنها ماشي، بس مؤثرة مؤثرة طبعا بالذات مع النادي الأهلي، ولكن الأداء كان هايل جدا من بداية المباراة. ماشي ماشي، بس الروح مؤثرة مع النادي الأهلي طبعا. الغيابات مؤثرة؟ الغيابات مؤثرة، وأي حد هيقول غير كده لا مؤثرة. لا طبعا طبعا، غيابات وبنسبة كبيرة مؤثرة. محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ديانج، سولية، حتى أيمن أشرف، أيمن أشرف طبعا، حمدي فتحي، كل لا غيابات مؤثرة. غيابات مؤثرة بالظبط. وأي فرقة في العالم صحيح في أداء للفريق، ولكن في نجوم مؤثرة. بمعنى أنت لما تيجي تتكلم مثلا على ليفربول، هو ليفربول ليه أداء معين، ولكن لما يغيب صلاح، لما غيب ساديو ماني، لما كان غايب فان دايك أيوه في السنة اللي اتعالج فيها كان مؤثر جدا على خط الدفاع. صح. فما فيش حاجة اسمها اللعيبة اللي هي مهمة أو اللي هي دولية أو اللي هي عندها خبرة أو اللي عندها موهبة أعلى أو كده إن هي مش مؤثرة أو ما تفرقش. لا تفرق، ولكن إحنا بنقول إيه؟ طالما أنت لعيب في النادي الأهلي وتأيدت ضمن ال 30 لاعب او ال 25 لاعب، وانت بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي اربع خمس لعيبه بيطلعوا يتمرنوا مع الفريق الاول وبيساعدوا، اذا في وقت معين لما النادي الاهلي عشان تتالي المباريات بيلعب مباريات كتيره جدا افريقيه وسوبر وكاس عالم للانديه، محتاج كل الذخيره دي. فلما يغيب لعيبه مؤثره لابد ان ادائك الجماعي وروحك العاليه واصرارك انك تثبت ذاتك صحيح تبان للناس، لاي حد بيتفرج، ان النادي الاهلي هو اللي بيلعب. أي. حتى لو في تاثير فني شويه في اللعيبه اللي هي المميزه. أي. فده انت في ماتش البنك الاهلي ما كانش واضح. انت بتلعب في مساحه كبيره جدا. صحيح. انت طب نستاذنك يا كابتن، معلش بعد اذنك هنروح هنكمل كلامنا، بس نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع مستر بيتسو موسيماني والمترجم الخاص الدكتور عمرو محب. اتفضل. من جديد بنضم ليك كابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعانا لقاء مهم جدا والمدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. يعني مستر بيتسو، في البدايه بنهنيه بالفوز النهارده، يعني تعقيبه على اداء اللاعبين النهارده برغم الغيابات بيعملوا جيم كبير جدا وبيحقق الفوز بعد الدقيقه 90 بهدفين رائعين. طبعا مش سر ان احنا كنا مضغوطين. We feel the pressure because we are responsible for a big team of Al Ahly. شعورنا بالضغط طبعا لان احنا مسؤولين عن فريق كبير زي النادي الاهلي. And it's normal to have that pressure. وطبيعي يبقى في الضغط ده. This is our fourth league game, at least we won now. اربع ماتشات ده المواد دي كسبنا الحمد لله بعد اربع ماتشات. And we won in a difficult way when we had so many absentees. وبرضه كسبنا كان فوز صعب خاصه في ظل وجود غيابات كتير. We had to play Afsha as a six. طيب نلعب أفشا في مركز زين مع ستة. We had to play Hani as a center back. وهاني لعب سيرد باك. Because all my center backs are out. عشان كل السيرد باكات بتوعنا بره غايبين يعني. And three of my central midfielders are out. وتلاتة من وسط ملعب الديفندرات بتوعنا الارتكاز تلاتة مش موجودين. الحمد لله. So now we made
الريكفري اند هي كيم باك. الحمد لله ان الشناوي استشفى بسرعه من الاصابه اللي كان فيها ورجع ولعب النهارده. But we won tonight for only one reason. بس فوزنا النهارده لسبب واحد فقط. We have taken a decision to play in this pitch. اخذنا قرار ان احنا نلعب ونادي على ارضيه الملعب دي. ونبطل اعذار بسوء ارضيه الملعب، نتكلم ارضيه الملعب، قلنا هنلعب النهارده ونادي على الارضيه دي. وحتى قلت للعيبه قبل المباراه هنلعب ونادي كويس على الارضيه دي. لان عندنا مباريات لازم نلعبها على الارضيه دي. ولازم نرجع طبعا، لازم نرجع تاني كالنادي الاهلي. هنكسب امتى؟ And it's also important that we win because maybe this is the last game before the cup final. وطب مهم جدا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نفوز، لان ده اخر ماتش لينا في الدوري قبل نهائي افريقيا. And also it gives opportunities to the players that have not been playing to play. كانت فرصه برضه للاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل دائم ان هم ياخدوا فرصه مشاركه. But we played well. بس ادينا كويس، لعبنا كويس. يمكن اعتقد ام بي لاحت لهم فرصه واحده لنادي ام بي. I'm not talking about the half chance of the free kick. مش هتكلم على الضربه الحره لان دي تعتبر نص فرصه مش فرصه كامله. But we controlled it. بس هتكمل في ايقاع المباراه. ايام قليله بتفصلنا عن نهائي دوري ابطال افريقيا. انجاز تاريخي للنادي الاهلي انه يحقق البطوله لثالث مره، وانجاز تاريخي كمان ان يبقى اول مدرب في القاره سواء من داخلها او من خارجها يحقق البطوله المره الثالثه على التوالي. هو شايف ده ازاي وهيستعد له ازاي وقول لجمهور النادي الاهلي. What is your message for الاهلي fans? No, for me as a person I'm not coaching football to break records. انا بالنسبه لي كشخص مش بمرن في كره القدم عشان اعمل اضرب ارقام قياسيه واحقق ارقام قياسيه. مدرب كره القدم يركز في ان يكسب مباريات فقط. وممكن لو كسب ماتشات كتيره ممكن يحقق رقم قياسي او حاجه زي كده. But the Ali fans, they were here. They were supporting us. جماهير الاهلي كانت موجوده هنا النهارده في المباراه وشجعتنا. لكن يقسوا مننا بعد الماتشات اللي فاتت ما كانش جم وشجعونا النهارده، ما كانش يجوا النهارده للاستاد. اظهروا لنا ان هم لسه بيدعمونا بيشجعونا. وافضل شيء احنا نهديهم فوز قبل نهائي افريقيا. ولعبنا بروح النادي الاهلي النهارده. ودي الروح اتمنى اللعيبه يكون عندها. هو كان السؤال ان انا كان قصدي هيستعد ازاي للماتش الكبير دوت في ظل الظروف دي. انت كلمت مع الدكتور دلوقتي من شويه. ده اجابه السؤال، المفروض هو اللي يقول لك عشان اللعيبه اللي غايبه. To the ward, we have a hospital ward in Alaqui. نتكلم مستشفى ممكن اللي هي غيابات. And see who is coming out of the hospital. هنشوف مين اللي هيطلع من المستشفى من الاصابات. بعد كده هنشوف مين اللي هيطلع من الاصابات ومين اللي هيستشفى. ممكن ابتدي مين هيخف ده ابتدي اعد في ضوء اللعيبه اللي هتخف تبقى جاهزه في الوقت الحالي. This is the team that plays. وده الفريق اللي هو جاهز دلوقتي اللي بيلعب دلوقتي هو اللي حابين النهائي الى ان يخف حد ثاني. ما عنديش اي فريق ثاني النهارده. كان متاح غير دول اللعيبه المتاحه معايا. ممكن بعد يومين لعيبه ترجع من الاصابه. وكنا كده لما رحنا كاس العالم الانديه. لعبنا مع مونتيري كده برضه. كنا منتقصين برضه من اللعيبه الاصليين. وكنا ما كانش حد مؤمن بفرصنا واحنا في الطياره واحنا مسافرين قبل ما نلعب مع مونتيري. اي حد بيلبس فريق الاهلي وبيأدي في الملعب بيلعب في الملعب لازم يأدي. انا حابب اقول له ان احنا واثقين فيه ومستنينه ان شاء الله يوم 30 الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره واحنا حاصدين كاس دوري ابطال افريقيا. Yeah, thank you. You know there's a lot of talk. There's a lot of mistrust. But it's part of the football. في كلام كتير وفي برضه عدم ثقه شويه بس كده جزء من كره القدم. لما مانشستر سيتي كان في الدوري الانجليزي متصدم ب 14 نقطه عن ليفربول ونزل من 14 نقطه واحده على ليفربول. ما كانش حد يتكلم عن بيب جوارديولا خالص.
محدش كان بكشف محدش كان معلي محدش كان مع محرز محدش فقد ثقته في بيب جارديولا او محرز او دي بروين وقال انهم مش كويسين تال ويك اند ده الماتش الجاي ده محتاجين نقطه واحده بس الماتش الجاي وياخدوا الدوري معنهم اهدروا 14 نقطه قبل كده بس شايف الست حب بتاعهم كان مليان كل اسبوع بيجي يشجعهم برغم النقاط اللي كانوا بيفقدوها واحنا مش بعيد قوي من لقب الدوري يعني برضه دلوقتي خلينا بنركز في بطوله افريقيا نحط نخلص منها بعد كده ونرجع من المغرب ان شاء الله بعد كده هنركز في بطوله الدوري باذن الله ونكسب هنكسب الدوري ان شاء الله باذن الله واحنا ان شاء الله كلنا خلفكم وان شاء الله النادي الاهلي يعني بيكون بطل دوري ابطال افريقيا ان شاء الله مره ثالثه على التوالي بالتوفيق كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي وكلام مهم جدا عقب مباراه ام وقبل النهائي الافريقي المهم جدا امام الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا يا رب دايما كل التوفيق للنادي الاهلي ودايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد كمان كابتن ايمن اتفضل شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق ويا رب دايما النادي الاهلي يعني في انتصارات متتاليه ان شاء الله رب العالمين كابتن اسامه كمل كلامك انا نسيت كنت بقول انت بتتكلم على اداء النادي الاهلي النهارده اقول لك انا اسامه بس مش الروح وحدها تصنع الفرق ماشي اسامه اقول لك انا كنا بنتكلم على الوقفه دي طبعا ما قلناش انا ما قلناش ان الروح يعني هي الاساس في كره القدم لان هو مش طبيعي انك انت تتكلم في كوره في فنيات كبيره بس عنصر اسامه لكن عنصر مهم طبعا وخاصه معانا احنا لما بيكون في نقص احنا قلنا اللعيبه الغايبه مؤثره مفيش شك في كده ولكن قلنا ان طالما انت بتتقيد في وسط ال 30 لاعب بتوع النادي الاهلي او ال 25 او ناشئ من الناشئين زي ما شفنا النهارده كوكا وزياد طارق بعد كده ما نزل اخر نص ساعه بتتمرن فورم مع الفريق الاول والفريق الاول بيستدعيك لابد انك تعرف قيمه الفانيلا الحمراء ففي جزء مهم بالنسبه لنا احنا متربيين عليه اللي هو ايه الروح العالية جدا في الملعب الإصرار حتى الجمهور بيقول لك روح الفانيلا الحمراء هي 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 قيمة التيشيرت قيمة انك انت بتلعب في النادي الأهلي دي مهمة حتى لو عندك نقص فني في بعض الأمور لكن ده لا يمنع ان النهارده رغم النقص ده ان الأداء كان جيد واداء كان التمريرات مثلا مش مقطوعه كتير زي مباريات قبل كده تحركات للعيبه بتظهر لبعض شفنا واحد زي قفشه طريقه توزيعه للعب مع ادى كره او اكتر من كره لمحمد شريف وللشحات والطاير انفرادات كامله وصلاح محسن شفنا كوكا واقف متزن مش خايف رغم صغر سنه ومتحمل انه يلعب جنب مجدي قفشه وقدام رامي ربيعه وهاني اللي هم ما كانوش بيلعبوا كتركيبه كده في قلب الدفاع لكن واقف باتزان بثقه بيلعب لانه هو متربي برده في النادي الاهلي شفنا هاني ورامي عاملين ماتش كويس رغم ان بيلعبوا مع فروه خطر اللي هو جون ابوكا من الهدافين في الدوري ومقدمين بشكل كويس ففي تنظيم النهارده في اداء شكله احسن في فرص خلق فرص في تحركات كويسه مش بس قلت ان الروح هي السبب ولكنها جزء لكنها جزء مهم وبانت جدا في العشر دقايق الاخيره يعني العشر دقايق الاخيره احيانا في مواقف انت مش بتحس فيها تنظيم قوي ولكن الاصرار انك انت ما تطلعش خسران انك انت عايز تتعادل ثم تكسب بتعوض بحته اللي هي الروح والاصرار والجري وال مش عايز اقول قتال ما بحبش اقول كلمه قتال في كره القدم ولكن الاصرار انك تستخلص الكره بسرعه انك تبقى بتبذل اقصى جهد كل الامور النهارده دي مكسب للنادي الاهلي والمكسب الاكبر انه الهدفين دول يجوا في توقيت صعب مع فرقه لسه كسبانه المنافس التقليدي بتاعك ومتعادله مع بص انت بتتكلم على التحركات يا كابتن اسامه النهارده كان في تحركات يعني مش كويسه بس ولكن بص التحركات مظبوط ما بقول لك النهارده في تحركات كويسه معظم يعني الناس طاهر بتجري لعب استلم طاهر لعب لقفشه وغير اتجاهه تاني استلم تاني يعني كان في النهارده واضح
من خط النص من الخط الخلفي في بدايه الهجمه لنص الملعب، وبالذات الكره لما بتوصل لقفشه بيعرف يدور الكره كويس، بيعرف يشوف الناس اللي قدام كويس، بيعمل تمرينات بينيه بشكل ممتاز. يعني الاداء كان جيد، وفي مواقف كتيره لما نيجي نشرحها كان في سيطره واستحواذ ونقل في الرجل من رجل لرجل، زي ما شايفين الكره ديت من طاير لقفشه، من رامي طاير لقفشه لطاير تاني الكوكا، ففي شكل كان كويس مع خلق فرص قلنا ما كناش مستغلنا في الاول، لكن ربنا وفقك انك في اخر ثلاث دقائق تقدر تجيب جونين يعني. صحيح. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان المدرب بالنادي الاهلي. مليون مبروك كابتن ايمن، تحياتي ليك ولحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي كل مكان وكل جمهور النادي الاهلي الحبيب. مباراه صعبه ولكن دي قيمه النادي الاهلي، وهم دول لعيبه النادي الاهلي، والاهلي بما حضر مباراه صعبه جدا، يمكن ظلم تحكيم اكيد هتكلموا عنه بشكل كبير جدا في الاستوديو، ولكن مع ذلك النادي الاهلي بيحقق فوز صعب جدا في توقيت صعب جدا. معانا كابتن سامي قمصان، يعني كابتن سامي الف مبروك، يمكن صوتك راح من التشجيع يعني من التعليمات طول الماتش، مباراه عصيبه لكن لاخر وقت كنتوا مؤمنين بحظوظكم في المباراه وحققتوا الفوز الحمد لله. طبعا مبروك للنادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي، مباراه زي ما انت قلت عصيبه جدا، مباراه مهمه جدا لينا خصوصا بعد اول مره، طبعا بقى لنا اربع مباريات ما حققناش الانتصار، كان علينا ضغوطات كبيره جدا، اللعيبه نفس القصه كان عليها ضغوط كبيره جدا. مش هتكلم على الغيابات، مش هتكلم على ظروف التحكيم اللي احنا بنقابلها الفتره اللي فاتت، لكن كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا، رجع لنا الثقه تاني اللعيبه، رجع لنا الثقه فينا جمهورنا، رجع لنا تاني خصوصا بعد قبل مباراه كبيره جدا زي مباراه الوداد. فطبعا الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت وعلى الاصرار دوت وعلى التصميم اللي هم يرجعوا في المباراه تاني، وزي ما انت قلت الاهلي بمن حضر، ودي قيمه لعيبه النادي الاهلي اللي هم تحت اي ضغوط بيقدروا يعملوا اقصى جهد ليهم، ما بيخلوش ابدا باي جهد نقطه عرق ليهم، فبشكرهم طبعا. ولكن بتمنى طبعا ان جمهورنا التمس لنا الاعذار الفتره اللي فاتت ديت يعني، ونعيدهم ان شاء الله، ان شاء الله الامور تتحسن اكتر واكتر، خصوصا ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله. كابتن سامي، يمكن اهداف بالجمله ضاعت في الشوط الاول والشوط الثاني، وكمان يعني عايز اقول لحضرتك احنا شايفين الاعداد، يمكن الناس كلها بتتابع في المدرجات في الموبايلات، ثلاث ضربات جزاء بما لا يدع مجال للشك، ثلاث ضربات جزاء صحيحه، ومع ذلك الحكم راح في واحده في الفار ما حسبهاش. تعاملوا ازاي مع اللعيبه واتكلمتوا معاهم في ايه خاصه بين الشوطين؟ زي ما انت قلت وانا اتكلمت في الاول، قلت ان في عوامل بتاثر على النتائج اللي حصلت لنا الفتره اللي فاتت، كان ممكن برضو النهارده كان نفس القصه يحصل تاثير بالنتيجه من ناحيه الحكم، لكن طبعا انا بنتعامل مباراه اللي انت بتلعب لحد اخر نفس لحد اخر وقت، وده الحمد لله اللي احنا وصلنا اللعيبه والراجل وصلوا اللعيبه، عشان كده الحمد لله برضو حتى في تغييرات الراجل وتغييراتنا كان عندنا برضو ثقه كبيره جدا في الناس اللي نزلت، وعندنا ثقه كبيره جدا في الناس اللي موجوده اللي هي ترجع في المباراه حتى لو كان ناقص دقيقه يعني. فطبعا الحمد لله مكسب مهم جدا، ان شاء الله نفصل بقى وان شاء الله نروح البطوله اللي انا عارف الجمهور النادي الاهلي متخطش ليها، واحنا نفس القصه ان شاء الله هتبقى احسن رد لينا واحسن هديه لينا لجمهورنا ان شاء الله فيها. فوز في مباراه كبيره زي دي بالسيناريو ده وفي الدقيقه حاجه و90 بلس 90 كالعاده ماركه النادي الاهلي مسجله، شايفه ازاي يفيد الفريق فنيا ونفسيا قبل مباراه كبيره نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يمكن انا قلت لك ان احنا كنا محتاجين المباراه دي جدا بالنسبه لنا يعني، خصوصا الفتره اللي فاتت يعني، فان انت تحقق الانتصار ديت بالغيابات اللي عندك وفي وقت مهم جدا وفي وقت كل الناس كانت خلاص فقدت الثقه، اللي انت ترجع وبترجع بشخصيتك وبروحك وبحماسك واللعيبه عارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي موجود في كل الاوقات، فطبعا مكسب مهم جدا ساعدنا طبعا فنيا ونفسيا، وساعدنا طبعا كجمهورنا برضو ان انت ترضي جمهورك، دي حاجه مهمه جدا يعني، دي من الحاجات اللي احنا كنا الفتره اللي فاتت بنعاني منها، ويمكن كنا عاوزين نعمل اقصى حاجه عشان جمهور، انا واثق في جمهور النادي الاهلي دايما، واثق ان هم دايما معانا بيدعمونا، النهارده ادونا قوه كبيره جدا وتصميم لحد اخر وقت اللي انت بيشجعك لحد اخر نفس، وده عهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نوعدهم ان احنا هنعمل اقصى حاجه لينا المباراه القادمه، محتاجين دعمكم محتاجين وقفكم جنبنا خصوصا الفتره اللي جايه ديت يعني، ان شاء الله ربنا يكرمنا بقى ببطوله ان شاء الله ترجع بمعنويات اعلى، ويبقى عندنا كل تركيزنا بقى مصاب ان شاء الله بطوله الدوري العام ان شاء الله. كابتن سامي، يعني كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، اعتقد الجمهور ده ما فيش جمهور زيه في الدنيا، جمهور الدقيقه 90 بتيجي وفرقته مغلوبه 1-0 ومع ذلك بيشجع وبيطالب فرقته بالفوز حتى بعد ما الدقيقه عدت 90. هو ده جمهور النادي الاهلي، ويمكن كل مره بكرر ان منظومه النادي الاهلي بتلعب كلها عشان خاطر اسعاد جمهور النادي الاهلي، واحنا بنسعى لكده وبنحاول نعمل اقصى حاجه ممكنه بالنسبه لنا، واللعيبه نفس القصه ومجلس اداره نفس القصه يعني، عشان نقدر نساعدهم وان شاء الله ان شاء الله نساعدهم مزيد من البطولات
مزيد من ان شاء الله الانتصارات لنادي الاهلي، ودايما جمهور نادي الاهلي في ظهرنا، ودايما ان شاء الله احنا موجودين ان شاء الله في الموعد باذن الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق دايما، وان شاء الله نستقبلكم وانتم راجعين بكاس افريقيا باذن الله. دعواتكم طبعا ودعوات جمهور نادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق بطوله غاليه لجمهور نادي الاهلي باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي ومصار المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الفرح حلو ما فيش كلام، مباراه برغم صعوبتها برغم ظروفها، ولكن زي ما بنقول دايما النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي بعدي الدقيقه 90 ومغلوب وجمهوره ما كانش عنده شك انه هيكسب، وفضلوا يشجعوا لحد ما حققنا المكسب الحمد لله. كابتن ايمن الكلمه لحضراتكم، مستنيين ان شاء الله في مزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن عادل، احنا قلنا ان النتيجه، يعني انا من وجهه نظري النتيجه لا تعبر عن سير المباراه، لان النتيجه كانت ممكن تطلع اكتر من كده، ولكن النهارده شفنا بجانب الروح شكل جديد لفرقه النادي الاهلي عن المباريات السابقه. كباتن اتكلموا، كابتن علاء اتكلم طبعا عن الروح والفنيات، كابتن اسامه اتكلم عن الروح والفنيات، بس اشادوا بروح لعيبه النادي الاهلي، ولكن بجانب الروح في حاجات تانية كتير. شوف النهارده في مكسب كبير قوي للنادي الاهلي في حاجه مهمه قوي. قول لي. انك انت تعلم الناس اللي معاك بره الصغيرين دول، اللي هو كان نصير على اللعيبه اللي محمد فخري، على فخري، على اللعيبه الصغيره دي كلها، ان هم يتعلموا روح النادي الاهلي دي حقيقه. كويس. وازاي انك انت بتجاهد لاخر لحظه واخر ثانيه، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه المهمه، انا بتهيألي يعني اي فرقه في العالم، فرقه كبيره مش الفرقه الصغيره، فرق كبار لما بيغيب عندهم لعيب واثنين مؤثر، يعني فان دايك ضيع دوري وكاس ابطال وما كانش داخلين كاس اوروبا ليفربول، انت فاهم، عشان اتعور لاعب واحد بس، رغم ان في عندهم صلاح وعندهم لعيبه كتير، لكن ده عشان لعيب مهم. انت ما بالك انت عندك اهم خمس لعيبه في المنتخب وفي النادي الاهلي، اللي هو التلاتة نص الملعب السولية وحمدي وديانج، زائد الاثنين السردباكات ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم في الوقت الحالي. انت عندك خمس لعيبه في القلب، غير عندك اصابات قبل كده اكرم ولعيبه كتير، ولكن في اخر الامر عندك بدري بنون من البدايه، وبدري بنون كمان، وعندك لعيبه كتير. لكن خلينا نتكلم ايه المكاسب في الفتره اللي احنا فيها دي. كويس. اهم نقطه وانت داخل تلعب فاينل افريقيا، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل مش تنافس جوه معسكر او جوه نادي، لا، انت بتخلي الروح المعنويه بتاعت اللاعبين عاليه قوي. عاليه ازاي؟ انك انت بتتكلم في ايجابيه، مهما حصل للمكسب هيخليك تقفل شويه على المباراه، لكن لو انت لا قدر الله كنت اتعدلت او خسرت، فلازم المدرب هيجيب لقطات ويقعد يفرجك على فيديوهات في اخطائك عشان ما تعملهاش. انت قصدك ان انت تستفيد من النواحي الايجابيه للماتش النهارده فيما بعد. انت هتستفيد منها ازاي يا كابتن؟ اول حاجه هتعملها انت كمدير فني، انك انت خرجت من التعادلات اللي كنت واقع فيها، ده واحد. اتنين، مش هتتكلم على المباراه اللي قبل، انت هتتكلم على الفاينل. بمعنى ايه؟ بمعنى انك هتنسى مباراه انبي، ان شاء الله المباراه تتاجل بتاع الشلال بخانه تتاجل، وبعدين نلعب قدام الوداد في الاخر. ولكن في اخر الامر انت هتشيل المباراه دي من دماغك ومش هتتكلم فيها يا كابتن، ودي مهمه، يعني فهمني في دي كويس يا كابتن ايمن. احيانا يعني لو كان النادي الاهلي خسر النهارده، احيانا بتضيع وقت المدرب والجهاز الفني شويه، انك بتقطع الماتش ده وبتقطع وبتقطع لهم اخطائك وبتقطع لهم الوقفه الدفاعيه والوقفه الهجوميه، بتضيع وقت كتير. انت خرجت من دي، يعني انت خرجت من الامر ده ورايح على مباراه الوداد. حتى لو انت رحت على مباراه الوداد، وبقول لو كنت خسرت رحت على مباراه الوداد وما قطعتش، ده تحس ان انت ما اشتغلتش، هتحس ان انت في اخطاء كان لازم تعالجها. فدي مكاسب النهارده الاهلي، مكاسبه الكبيره. عاوز اقول لك حاجه تانية، يعني رامي ربيع النهارده من الناس اللي هم ادائهم كان مميز، زود لك سرد باك من ضمن السرد باكات، يعني عندك ايمن اشرف متعور، وعندك الاثنين كمان متعورين، او ياسر ابراهيم متعور ومحمد عبد المنعم مصاب، ولكن زود لك واحد. عندك حسين الشحات مثلا، رغم ان انا يعني حسين عنده افضل من كده كتير، لكن ممكن يبقى
رجع سنة ل ل ل ل ل ل لإمكانياته أو لفورمته المهاجم. طيب وهنا بقى نص الملعب عندك زودت لاعب أو اتنين. عندك قفشة عودته إنه يبقى ديفندر بيدافع. وده مكسب النهارده كبير قوي. يمكن في حاجات إيجابيات الواحد بيحسها إن أنت لو أنت حبيت تكلم قفشة وتجيبه وتقول له يا قفشة وبص قفشة فين. لو حبيت تجيبه وتقول له يا قفشة أنت لازم تدافع شوية حتى بص لما كوكا بدأ الكرة دي منين وتحرك وخدها تاني بالظبط. وكوكا كمان ما أنا جاي لك يا كابتن وتحرك اللعيبة في الإيه في المساحات الفاضية. أنا كنت جاي لك بص يا كابتن أيمن في إيه؟ أول حاجة أنت النهاردة كسبت محمد مجدي قفشة إنه يدافع. واحد. اتنين. كسبت لاعب صغير تقدر تعتمد عليه في أي وقت اللي هو كوكا. رقم تلاتة. كسبت روح لعيبة صغيرة علمتهم إزاي يوصلوا إنه يلعبوا لغاية بعد الوقت الضايع كمان. طول الوقت بتجاهد وبتقاتل وطول الوقت عايز. دي بداية المباراة. النهاردة الشوط الأولاني لو كان النادي الأهلي جاب الكرة دي وجاب كرة تانية كنت كسبت 6-7 على فكرة يعني. وعشان كده احنا بنتكلم كتير قوي. والنقطة بص كمان يا كابتن دي فيها ميزة كانت سرعة التحول من الدفاع للهجوم. ما يا كابتن بص يا كابتن عايز اقول لك كلمة. بص ايه يا كابتن ادي واحد دلوقتي كرة معاك ادي قفشة بص كويس. فين هنا قطعتها بالظبط كوكا ما طفشتش بسيط علي. طلعت كويس مظبوط ماشي هتطلعت الباص كويس خامس باص ماشي النظرة هنشوف التحرك النظره والتحرك في المكان الفاضي ماشي بس بص بقى التكمله التكمله اللي احنا كنا كانت ناقصانا الفتره اللي فاتت ماشي كمل ادي ماشي لا واقفه هنا بقى عشان ماشي. دي مهمه قوي نقف هنا. بص يا كابتن الوقفه دي عشان دي مهمه قوي. اول حاجه عايز اقول لك عليها الحاجات دي لازم يبقى فيها سرعات اسرع من كده رغم ان هي كويسه بس سرعات اللعيبه تبقى افضل من كده. بمعنى ايه؟ مين الاولاني الثاني ده اللي من الاثنين اللعيبه اول واحد اللي معاه الكوره انا معاه الكوره صلاح محسن صلاح مين اللي جنبه ده بلال شريف ده شريف ده محمد شريف. محمد شريف اول حاجه ودي من الحاجات اللي نفسي شريف يعملها ان لو شريف خد سبرنت في الحته دي الدياجونال ده هياخد الراجل ده معاه ويفضي اللي وراه هيفضي الحته دي بالزبط. تتعمل وان تاتش على الجول انت فاهم بس خلي بالك الصوره دي ثابته انا فاهم بسرعه انا فاهم ايوه طبعا بس هو قصده الحركه اسرع من كده شويه بس هو صح تعرف شفايف في النقطه انا بتكلم على كابتن عندنا مشكله في الحته الاماميه ايوه عندك لعيبه في اخر 20 هو انا متفق مع كابتن عادل في حاجه بس مهمه جدا كمان يا كابتن عادل ان انت ادي لصلاح محسن فرصه واحد على واحد ويروح كمان فاهم قصدي انت لما بتيجي كده يا كابتن وانت تبع راسك بتاخد بره بالظبط انت كده قفلت عليه بتاخدني معاك بره انت بتعمل واحد ضد واحد او بتعمل باص واحد يوصلك للجول هي دي يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها. النادي الاهلي والانديه الكبيره احيانا بيخلوا الفرقه تروح للبلان الثاني وده المهم جدا. فرقه انبي النهارده اشتغلت ازاي طول الوقت مستنيه جالهم فاول جابوا جون كسبوك 1-0 انت فهمتني فانت هو شغال على طريقه واحده ايه هي انه يدافع بغض النظر انك بتضيع جون هنا لما الفرقه الكبيره بتجيب جون في الاول ايه اللي بيحصل اول حاجه بتحصل الفرقه بتغير فبتلعبك بنديه الفرقه اللي قدامك انت بتهاجم وهو بيهاجم هو عايز يجيب جون فاهم يا كابتن ايمن هو عايز يجيب جون بتتخلق لك مساحات اكبر يبقى انت عندك حاجتين لكن طول الوقت هو بيدافع علشان كده الشوط الاولاني النادي الاهلي عمل تايم عالي قوي شوط كويس ولكن كان ينقصه الايه الهدف لو جه الهدف كنت كسبت 3-4 فلما دخل فيك الهدف في الشوط الثاني بروحك انت بقى اللي رجعت الامر واشتغلت للاخر وكسبت 2-1 فعندنا مكاسب كتير قوي زي ما انت قلت واهم المكاسب النهارده ماتش الوداد باذن الله ربنا تروح لماتش الوداد يعني صافي الذهن شويه باذن الله ان شاء الله. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله
من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن ولقاءات معك بفوز النادي الاهلي الكبير على نادي انبي بهدفين مقابل هدف في مباراه ماراثونيه النادي الاهلي يعني استحق الفوز فيها ولعب لاخر دقيقه. معايا يمكن الدكتور احمد ابو عبده رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، اطمنا بقى على عدد كبير جدا من الاصابات ولاعبين قبل مباراه مهمه جدا ونهائي دوري ابطال افريقيا. دكتور احمد يعني في البدايه كان الله في العون كان عدد كبير جدا من الاصابات، لكن يعني احنا بنشوف مجهودكم في النادي حضرتك وكل افراد الجهاز الطبي وكمان في التاهيل مجهود اكثر من رائع، يعني طمنا بقى على عدد كبير جدا من اللاعبين خاصه قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. اهلا بك يا توفيق واهلا بك كابتن شوقي، ويعني الحمد لله الحمد لله النهارده ربنا كرمنا وان شاء الله ده يكون دافع كبير لينا كده في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. انا بس عايز اطمنك والله الحمد لله ان احنا امورنا الطبيه الى حد كبير جدا مستقره، ما عندناش حاجه كبيره يعني ما عندناش الحاجات اللي هي تحرم اللاعبين بتوعنا ان هم يشاركوا معانا ان شاء الله باذن الله. اللي عايز اطمنك عليه برضو ان معظم الاصابات اللي موجوده هي كتير، في عدد كبير فعلا، في اجزاء كبيره من اللاعبين احنا بنحافظ عليهم، في عندهم حاجات بسيطه ممكن حتى يشاركوا بيها بس مش هتبقى مشاركات يعني فعاله بنسبه 100%، فاحنا بنفضل ان احنا نشتغل معاهم ونجهزهم بحيث ان هم يكونوا ان شاء الله باذن الله جاهزين جاهزيه تامه باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. يعني لو هنبدا باللي كانوا موجودين من قبل كده، في عندنا عمرو السليه الحمد لله دلوقتي بينفذ اخر مراحل في البرنامج التاهيلي بتاعه. عايز اقول لك ان هو خلاص يعني ان شاء الله باذن الله اول تمرينه لينا هيكون معانا هيشارك فيها مشاركه كامله ان شاء الله ونحطه تحت تصرف الجهاز الفني. حمدي فتحي كان فيه شويه حاجات ليها علاقه بالاجهاد برضو اللي هو التهاب الحوضه اللي احنا كنا قلنا عليه، عملنا معاه برضو الشغل بتاعنا الطبي ادينا له حقن موضعي في المكان ده، بنعمل معاه برنامج علاج طبيعي في برنامج تاهيلي هو شغال فيه كويس جدا والحمد لله اموره ماشيه كويس. متوقع برضو اول تمرين هيكون معانا ان شاء الله باذن الله. عندنا محمد عبد المنعم كان اخر مباراه اشتكى برضو من بعض الالام في العضله الضمه، عملنا له الفحوصات والاشعاعات لقينا ان في بعض الاجهاد كده في اجزاء من العضله، احنا شغالين معاه وبنجتهد معاه ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا برضو في المباراه النهائيه. برضو احنا ما فيش وعود بده قلناها للجهاز الفني انما احنا بنشتغل باقصى جهد، جلسات علاج طبيعي ممكن مرتين في اليوم ممكن ثلاث مرات في اليوم على حسب الـ الوضع اليومي بتاعنا يعني، وبرضو بالتماشي مع البرنامج التاهيلي بتاعه الحمد لله ماشي كويس. يا رب يلحق يا رب يلحقنا في النهائي، هو ده يعني اللي احنا لسه ان داوت فيه ما خدناش فيه قرار لغايه دلوقتي. بقيت لاعب اليو ديانج كويس، عملنا له اشعاعات مره وانتظرنا عليه شويه عملنا له مره ثانيه، تاكدنا ان الركبه الحمد لله سليمه تماما، كدمه كانت بسيطه انما كانت مؤلمه شويه. خلاص البرنامج التاهيلي بتاعه خلص الحمد لله، برضه ان شاء الله يكون معانا في اول تمرينه لينا بعد العوده يعني. لويس هو اللي كان حصل احنا قلنا في جزع في الرباط الداخلي درجه فوق المتوسطه بشويه، هو دلوقتي في مرحله الراحه السلبيه، احنا مش مخلينها سلبيه، هو بيعمل علاج طبيعي في حاجات تاهيليه طبعا للاجزاء ثانيه بتاعه الجسم اللي هي مش مصابه بحيث ان هو ان شاء الله لما يرجع من الاصابه يكون فيت ويكون جاهز. الاصابه دي بتاخد لها تقريبا 6 اسابيع، برضو مع الشغل المكثف ان شاء الله يكون قبل كده بعد 6 اسابيع دول بيعمل بقى حاجات اجزاء من التدريبات، يعني ان شاء الله شهرين من وقت الاصابه يكون جاهز، احنا فات حوالي اسبوع او 10 ايام فان شاء الله في الموعد المحدد وهو ماشي كويس جدا. كنا حقنا بلازما كده اخر مره في التمرين بتاع امبارح والحمد لله كانت كويسه، هنكررها كمان مره كده بعد 5 ايام او 6 ايام وان شاء الله باذن الله يرجع ويرجع معافى ويرجع سليم باذن الله. بدري بس هو البرنامج بتاعه برضه احنا مكثفينه ولكن ببعض الحرص، طبعا انتوا عارفين ان بدر كان قاعد فتره طويله راحه سلبيه فعايزين نبني العضلات بتاعته من تاني، عايزين نبني الحاله البدنيه بتاعته من تاني ان شاء الله مع البرنامج المكثف بتاعنا، برضه احنا متوقعين اسبوعين كده وياخد بعض الاجزاء في التدريبات ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور احمد وان شاء الله مجهود كلكم يتوج ان شاء الله بالفوز بدوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين. طيب دكتور احمد ابو عبله طمنا على حاله لعيبه النادي الاهلي المصابه، ان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره اللي جايه يعني نتمنى حته الاصابات دي تقل شويه باذن الله، المجموعه اللي هي باذن الله قربت تخش تدخل في لعيبه للاسف
مش هتلحق ماتش الوداد. يعني مثلا محمد عبد المنعم اصابته صعبه شويه، ممكن تاخد وقت. نتمنى ان الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين ما حدش ينقص كمان من الفرقه قبل ماتش الوداد ان شاء الله. طيب كابتن بلال، لو اتكلمنا عن الشق الهجومي النهارده، من بدايه المباراه كان في حلول هجوميه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. صحيح. صنعت فرص، وصلت للمرمى، اهدرت فرص، ثم احرزت اهداف في الشوط الثاني. صح. احنا اتفقنا كابتن ان النهارده الاهلي مباراه مختلفه عن الاربع خمس مباريات اللي فاتت. خد بالك دفاعين وهجومين، مش بس هجومين. المباراه اللي فاتت صح ست فرص على النادي الاهلي حقيقيين كان ممكن تسجلوا هدف، وليك برضو ست فرص حقيقيين كان ممكن تسجلهم هدف. النهارده انت بتعمل المعادله الصح، مش الصعبه، الصح المعتاد عليها. صح. انك انت بتخلق فرص وبتدافع عن مرماك بشكل جيد جدا جدا جدا. جول فاول وارد في كره القدم ان يبقى في فاول، كره ثابته طبيعي عادي في كره القدم ان كره ثابته تيجي تتسجل فيك هدف، لكن الاهم انك دايما تخلق، لازم انك تدور على فرصه تسجل منها هدف. انا عشان كده بلوم محمد شريف النهارده، عندي لوم كبير جدا النهارده شريف. الماتش ده الماتش اللي فات تمام، الماتشات اللي قبليه، الفرص تمام بدوري عام، الفرص ببطولات تمام، لازم يبقى في تركيز اكبر من كده. لعيب كبير في بعض الاوقات بيتحط تحت ضغوط، بس انت لعيب كبير يعني مهما كان، انت راجل هداف دوري عام، راجل هداف بطوله افريقيا، ما ينفعش لما تتحط في ضغط يعني يبقى فيه خلل. فاهم قصدي؟ انت بتتكلم انا لو لعيب صغير ماشي هنقول اوكي مفيش مشكله، مضغوط والمدير الفني ضغطه شويه وحطه بره ونزل ولعب، لا انت بتتكلم في لعيب كبير، لعيب كبير سنا وكبير امكانيات ولعيب كويس وعنده قدرات وعنده امكانيات. لا تركيز مطلوب منك، التركيز بشكل كبير جدا، ما ينفعش الفرصه السهله دي تضيع. يعني احنا الاهلي ما ينفعش ان احنا بقيمتنا الكبيره وقيمه لعيبتنا الكبيره انك ماتش زي ده يطلع خسران عشان انت ما سجلتش اهداف. ايوه ما ينفعش باي حال من الاحوال. أيوة. النهارده ماتش زي ده ممكن نقول ايه، هارد لك للنادي الاهلي، واحنا زعلانين زعلانين على هنبقى النتيجه، لكن الاداء جيد جدا، لكن ما ينفعش يبقى انا عندي ست سبع فرص، صلاح محسن وحسين الشحات وشريف ويطلع الماتش في النهايه كده تبقى انت خسران من ام بي 1-0 او متعادل 1-1 وتخسر ثلاث نقط. لا ما تستحقش كمان، لا ما تستحقش انك تخسر صراحه ولا تخسر على الاطلاق. على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق يا كابتن، طبعا لا لعبا ولا نتيجه. المباراه اللي فاتت مثلا كسبان 3 وطلع زعلان، اوقات كتيره جدا أي. تبقى كسبان 1-0 و2-0 وتبقى خارج زعلان، تبقى طالع زعلان. لكن احنا بص في مسلسل اهدار الفرص، واتكلمنا على فكره الكلام ده اتكلمناه من 3 شهور مش من امبارح. ده انا عايزك افكرك بحاجه اتفضل، وانت كنت بتلعب في الماتش ده، ده ماتش 6-1 كابتن علاء، كنت موجود يا كابتن علاء صح؟ اه كان مدرب 6-1 وجوزيه كان طالع زعلان وزعق اللعيبه. اه طبعا زعق فعلا، دي حقيقه. آه. كان ممكن نكسب 7 و8 بالظبط، يعني ارقام يا كابتن. ما الفكره في ايه؟ الفكره يعني الانديه الكبيره لما بتيجي فرص تسجل هدف بتسجل وبتدور على التاني، مش بتسجل هدف وتتراجع. طب لو بتجيب التاني بتدور على التالت، لسه مش بترجع ورا. هو ليه النهارده انت بترجع ليه؟ عشان انت نادي كبير طبعا. يعني انت بترجع ليه في الدقيقه كام النهارده يا جماعه؟ دي 94 94 1-0 انبي كسبان 1-0 94. ايوه انت متخيل 94 الماتش بيخلص في الدقيقه 97 وانت كسبان 2-1؟ صعب جدا جدا طبعا. الانديه بس الكبيره اللي بتعمل كده، ما ريال مدريد رجع الريمونتادا اللي عملها ريال مدريد في مع السيتي. يعني الانديه الكبيره ايوه بالظبط عملها ثلاث مرات، ومع باريس سان جيرمان طبعا عملها قبليها على طول. الفرقه الكبيره تعرف ترجع، لكن بص يا كابتن الفرقه الكبيره برضو لما بتتاح فرص بتسجل. ما ينفعش يبقى انا بهدر. يعني اللي حصل في ماتش السيتي والريال ايه؟ فكرك بس واحده، السيتي بيضيع خلاص بيرجع مدريد. طب لو السيتي سجل الثاني واحده من جارش، لو جول اثنين خلاص خلص الماتش. فانت النهارده ما ينفعش كل مباراه تتاح لي اربع خمس فرص واضيعها وابتدي ادور في الدقيقه 90 و95 و94 و93 وادور على الاهداف اللي انا بدور عليها ثانيه. لا ما ينفعش يا جماعه، يعني لازم الاهتمام. هو موسيماني برده مش هنزل احط لك الكره جول اكيد، لا طبعا طبعا، ولا سامي قمصان ولا الجمهور ولا احنا. انت كلاعب لازم تركز في كل فرصه بتتاح. النهارده يا جماعه فرصه النهارده لصلاح محسن هدفين، واحده برجله وواحده بدماغه. النهارده شريف هدفين يا جماعه، كل ماتش
نخرج بثلاث اربع فرص ضايعين حقيقيين. الماتش اللي فات نفس الموضوع، ثلاث اربع فرص حقيقيه للنادي الاهلي تسجل، او خمس ست فرص حقيقيه تسجل منهم، وبدات بتطلع برضو بنتيجه التعادل المباراه اللي فاتت. لا الاداء جيد جدا النهارده، الروح القتاليه عاليه جدا جدا النهارده، يعني تفوق غير عادي. حتى تغييرات موسيماني النهارده جيده كده، يعني التغييرات بتاعت مستر موسيماني النهارده جيد. بتكلم عليه في الدقيقه كان 93، لا لسه 94، لا كابتن 94. اه اي الكره اللي حسين الشحات، انت بتتكلم على الدقيقه 94 يا كابتن بلال زي ما انت قلت كده، والنتيجه 1-0 الانبي، هو ده الهدف. بص علي معلول مكمل في المنطقه اللي هي اللي احنا بنقول عليها المنطقه المخفيه، نعم، وجاي لوحده ده. ايوه بالظبط كده، ومكمل مع ان كمل معاه لعيب انبي، انما هو استغل الكره الاول من... ايوه ده الجول، هدف التعادل. اه هدف، ايوه بالظبط يا كابتن بلال، هدف التعادل دي ال 94. ها دي 94، اه انا بقول لك هدف التعادل في دي 94 كابتن بلال بيقول لك، يعني في دي 94 انت تخيل في الدقيقه لحد دي 94 النتيجه 1-0 للعيب، خسران 1-0 وده الجول الثاني وده الهدف التاني. على فكره كمان الكره كانت سابقه، يعني اللي بيتكلموا ويقول لك الهدف في شك، لا الكره كانت سابقه، وكمان لعيب ام بي كان مغطي التسلل، الكره كانت سابقه، الكره كانت سابقه. انا حبيت بس اوضح لحد ما الكابتن ناصر عباس هيوضحها لنا بحذافيرها ان شاء الله. بص يا كابتن، هدف يعني مكسب عظيم، مكسب جمهور الاهلي يعني. اه طبعا حاجه رائعه جدا جدا، هيتجنن حاجه رائعه جدا جدا طبعًا. جدا لا هو متعود على دي، خلي بالك. اه يا كابتن ده بقول لك عنده ثقه لحد اخر ثانيه. هو قاعد اي حال من الاحوال ما ينفعش النهارده تخرج بتعادل او خسران، الكره سابقه. اه طبعا يا كابتن طبعا، ما ينفعش باي حال من الاحوال طبعًا. تخرج النهارده صح خسران صح او متعادل. صحيح. اداء انت افضل بكتير جدا، فرص انت افضل، التحامات واشتراك كل حاجه في النهارده في الملعب انت افضل بكتير جدا 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 جدا. بص التحرك هنا هايل، عبد القادر، احمد عبد القادر لعبت بالعرض، اهي الكره سابقه كمان، اهي لسه ما حطش رجله فيها على فكره، اهي واضحه جدا في اللقطه دي، وهيجيبها لنا الكابتن ناصر عباس ان شاء الله. كمل نكمل هدف صحيح 100%. هاي علشان هو اتحرك برجل يعني راح تاني. ايوه كابتن، ايوه ايوه علي معلول جاب باليمين والشمال النهارده. على كل الاحوال يا كابتن انت النهارده بص شوف النهارده تستحق المكسب طبعا. طبعا تستحق المكسب. يعني يا اخي بص العظمه بتاعت الجمهور. بس يعني بص يا كابتن بلال انت قلت كلمه برضو، يعني حرام النهارده كنت تطلع خسران. اه طبعا، ولا حرام كنت تطلع متعادل، ولا متعادل كمان. يعني كنت ولا متعادل يعني بالظبط يا جماعه. النهارده مصر كلها بتقول لك ايبوكا. كل مصر النهارده خايفه من ايبوكا. طب فين ايبوكا النهارده يا جماعه؟ ما عملش حاجه خالص. ما عملش اي حاجه خالص، لان النادي الاهلي عمل كل حاجه. ما عملش حاجه خالص، ما فيش اي فرص اتيحت ليه على الاطلاق. صحيح صحيح، برغم ان انت بتلعب باثنين سنتر باكس مش في اماكنهم الطبيعيه، واحد راجع من اصابه من غيبه طويله جدا، والمباراه اللي فاتت كان بيلعب ميد فيلدر والتاني رايت باك، واحد كان بيلعب رايت باك بالظبط، فاهم قصدي؟ ومع ذلك لم يصنع ايبوكا اي شيء. خط هجوم نادي امبي النهارده ما عملش اي حاجه. صحيح. يمكن فرصه وحيده اللي جات له اللي اتشاطت وخبطت وطلعها الشناوي. مزبوط. يمكن اعتقد هي دي الفرصه الوحيده مقارنه بفرص الاهلي. لا طبعا لا طبعا، لا طبعا. الاهلي النهارده مباراه يا جماعه رائعه جدا. صحيح. جدا، روح قتاليه عاليه جدا. صحيح. الاهلي بيكسب بمجهوده. مظبوط. الاهلي بيكسب بمجهود مره ثانيه. اه بدون اي مساعدات. صحيح. احنا بنكسب بمجهودنا من غير اي مساعدات. يعني مش محتاجين مساعدات، انتوا بس سيبونا في حالنا واحنا نكسب. تمام يا كابتن جد؟ صحيح. يعني سيبونا في حالنا واحنا نعرف نكسب باذن الله. باذن الله هنفضل نكسب، مش محتاجين تدخلات حد ارجوكم يعني. باذن الله رب. عشان بس نشوف حته التاجيل المباراه دي ضروريه جدا. هنشوفها بتاعت الاربع دي. هنروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، من نجوم ماتش النهارده. نجوم، عايز نجم ولا نجوم كتير يعني؟ بص هي النجوم كتير دي حقيقه، والابرز روح الفانيلا الحمر دي حقيقه، شخصيه النادي الاهلي. لو اتكلمنا عن النجم بقى بغض النظر عن العنصرين المهمين دول، انا من وجهه نظر شايف محمد مجدي النهارده. محمد مجدي الاسباب. اسباب، اولا المكان مش بيلعب فيه، ثانيا مجهوده ممتاز النهارده، تحركاته كويسه جدا، زي ما بقول لك ان هو اللي بيتحكم في ريتم المباراه، دايما بساطته مؤثره جدا، اخطاءه قليله قوي. انا شايف ان هو النهارده العنصر الاساسي في شكلك الهجومي كان محمد مجدي.
ماشي كابتن وسام راجل مباراه اليوم. هقول لك على 3 4 الاول وبعد كده هقول لك على 3 4 1 في الاخر. محمد هاني ورامي ربيع ادوا شكل كويس وبالذات محمد هاني في المكان ده. قفشة طبعا احمد نبيل كوكا لانه صغير وادى بثبات وكان تمريراته مظبوطه واقف مظبوط متمركز مظبوط. واخيرا علي معلول رغم انه ما كانش عاجبنا في المباراه مش علي معلول لكن جاب جونين في توقيت صعب جدا طبعاً. ودي بترفع درجاته جدا. لكن في النهايه زي ما علي قال برضو انا متفق معاه ان قفشه هو اللي مسيطر على وسط الملعب هو اللي مد شخصيه للنادي الاهلي في التمرير. علي مفكر عمل اكتر من 4 فرص مؤكدين زي الكره الحلوه جدا اللي كان فيها جدل الماتش اللي فات اللي هو عملها لوحمود وحيد وجاب جون. عمل النهارده لحسين الشحات 1 أو 2 عمل لشريف 1 أو 2 عمل لصلاح محسن وتمريراته تقريبا معظمها كويس. فمجمل محمد مجدي قفشه هو رجل مرام. طيب كابتن عادل عبد الرحمن اول مره مش هسمع كلامك واقول حاجه مختلفه تماما. قول يا كابتن. روح الفلانه الحمراء. انا قلتها قلناها. جمهور النادي الاهلي طب دي يعني ضروري جدا. لو نجم داخل الملعب بقى نجم داخل الملعب في رايي قفشه. قفشه عشان غير من طريقه لعبه. النهارده قلت لك من اهم مكاسب النادي الاهلي قفشه. قفشه في المكان ده انه ممكن كمان يلعب لك في الفاينل يلعب لك ديفندر ان شاء الله. طيب كابتن احمد بلال قبل ما نروح لفاصل ونستقبل الكابتن نصر. يعني كلام الكباتن طبعا يعني كله احترم. يعني استاذ كابتن اسامه اشار لربيعه وهاني وكابتن علاء وكابتن عادل اتكلموا على مجدي قفشه الاثنين وهما الحقيقه كانوا متميزين جدا النهارده. لكن انا عندي النهارده يعني رغما عن انفي في لعيب النهارده بيسجل هدفين مهمين جدا. لازم يبقى ده السوبر ستار بالنسبه لي النهارده. عن انفي ايه هو يعتبر ما هو عايز اقول لك يعني الاداء الفني مش علي معلول. ماشي ماشي تمام بس الاداء الفني بس مش علي هو معلول. اولا رجعك للمباراه ما انا بقول ثانيا احرز هدف. ما انا بقول الاداء الفني مش علي معلول لكن النهارده لا كسب جاب الجول. لا بالظبط ما انا كنت عايز اتكلم عن النقطه دي. يعني انت ممكن يكون عندك اي لعيب في الملعب خد بالك جاب جونين مش في مكان بالظبط يعني مش في حتته ولا في مكان ولا في ولا في مش البوزيشنز بتاعت علي اللي بيلعب فيها طبعا. بالك فانا بشوف ان هو نجم الماتش النهارده علي وانا الهدفين احرزهم يعني لم ينجح فيهم مهاجم الاهلي. صحيح وانا وجهه نظري تتطابق مع وجهه نظرك ان انت باتنين وانا علي معلول يبقى كده احنا كسبانين. يبقى احنا كسبانين وانت 1-3 لا والكباتن قال انا وعلاء وتعديل كده يا كابتن يبقى بس احنا قلنا علي معلول. ولكن يبقى في النهايه فعلا عادل ثاني ولكن يا كابتن عادل وكابتن اسامه يبقى في النهايه روح الفانيلا الحمراء اللي ظهرت النهارده وجمهور الاهلي العظيم. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية في مباراة اليوم. أرجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر أهلا بيك مشرف. تحياتي لكابتن أيمن وتحياتي لكل المشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي طبعا لنجوم الكبار كابتن علاء مهوب وكابتن أسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال. نورنا كابتن. نورنا كابتن. مبروك للنادي الاهلي طبعا مباراه كبيره جدا ومباراه عظيمه ومبروك للجمهور على الاداء والنتيجه كابتن علاء وهارد لك لنادي انبي برضك عامل مباراه كويسه كابتن احمد. طب قبل ما نبتدي يا كابتن بعد اذن حضرتك معلش قبل ما نبتدي في المباراه قبل ما تخش في احداث المباراه عايز اكلم حضرتك معلش عن اللي حصل الماتش اللي فات وردود الافعال وكلام رئيس لجنه الحكام. حاضر. قبل ما نتكلم على الماتش اللي فات وقبل ما نخش كابتن اسامه على الماتش دوت انا بس رساله للكابتن عصام فتاح. ماشي اتفضل. يعني احنا بناكل لك كل الاحترام يا عصام ومن حقك انت كمسؤول ورئيس لجنه الحكام تدافع عن حكامك مفيش مشكله خالص. من حقك كمان تطلع تبرر الاخطاء اللي هم بيقعوا فيها واحنا هنا ايضا ما بنقدرش نتكلم لان ده رايك. ولكن غير المقبول يا كابتن احمد ان حضرتك يا كابتن عصام تطلع توجه بعض الكلام اللي هو الجارح لجميع المحللين اللي بيحللوا في التحكيم. اولا ده شغلنا واحنا بنختلف كابتن احمد النهارده انت حضرتك بتختلف كابتن اسامه بيختلف معاك وده الاختلاف وكل واحد بيقول رايه. احنا بنختلف في حالات تحكيميه كابتن علاء دون ان احنا بنيجي جنبك يا عصام او بنتكلم عليك في حاجه بنسيبك تقول اللي انت عاوز تقوله واحنا من حقنا نحلل. يا كابتن عصام كل المحللين دولت ناس كبار جدا ومنهم كابتن اسامه كابتن احمد كان
يعني كانوا اساتذتك فيه وانت كنت حكم، دول رموز تحكيم. يعني بنتكلم على جمال غندور، ده كان رئيس لجنه الحكام وانت كنت حكم، احمد الشناوي كان نفس الشيء. يعني خلينا احنا زمايلك، ولكن ما ينفعش ابدا انك انت تقول ان المحللين كابتن عادل ما عندهمش القانون. كابتن احمد النهارده حضرتك ممكن تخش على موقع الإفاب او الاتحاد الدولي تجيب القانون وتجيب البروتوكول وهتقراه. الموضوع ما بقاش خفي على حد يا كابتن احمد. صح. يعني انت مش بس انت اللي حضرتك بتعرف القانون، لا، الناس دي كلها ناس محترمه جدا، وكلنا كابتن عادل مع التحكيم وكلنا بنساند التحكيم، ولكن دون ان احنا يعني لابد ان يكون في شيء من ان احنا يعني الاحترام، احنا بنحترم بعض، واحنا من خلال القناه الاهلي دايما بنقف مع الحكام يا كابتن احمد، ودايما بنقف وبنساند. عمرنا ابدا ما اتهمنا حد، ولا عمرنا وجهنا نقد لازع لاي حد. كابتن عصام من فضلك بدل ما بتطلع تهاجم الناس، انا هسالك سؤال. انت بقالك 6 سنين موجود في لجنه الحكام، وست سنين مسؤول عن زون شمال افريقيا. كابتن احمد يعني حضرتك موجود في الكاف مسؤول عن شمال افريقيا. النهارده الجزائر عندها 3 حكام في كاس العالم، حكم واثنين مساعدين. النهارده بنشوف المغرب عندها 2 حكمين في الفار. النهارده بنشوف قطر عندها 4 حكام. النهارده بنشوف الامارات. يعني من غير ما اقول ان حضرتك موجود مسؤول عن التحكيم في مصر على مدار 6 سنين، ما عندناش حكم صفاره في كاس العالم. بتتكلم على التطوير؟ لا، التطوير في النهايه يا كابتن عادل بيترجم لي حاجه واحده بس، انك انت من فضلك من شغلك على الاقل حكم ميدان في كاس العالم. يا ريت نطور ونيت نشتغل ونبعد، يعني نبعد شويه عن الـ 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 الاعلام يا كابتن عصام، وركز بس في شغلك، وسيب المحللين، ناس محللين ناس محترمه جدا يا كابتن احمد، ما بنطلعش نغلط في حد. احنا النهارده شغلنا كله ايجابي، وبنجيب ما يرضي الله الحالات التحكيميه. ده بس اللي انا بقوله في ليه انا بقول الكلام ده يا كابتن. احنا الماتش اللي فات بس هديك حاجه صغيره. احنا قلنا البروتوكول الفار فيه نص وفيه نصوص، لما يكون في نص، وانا قلت الكلام ده الحلقه اللي فاتت، مفيش فيه اجتهاد. النص النهارده، انا النهارده لو خليت الفار يا كابتن احمد يتدخل في كل الاستئنافات، يبقى النهارده المباراه مش هتتلعب. ايوه خالص. ولكن الفار النهارده لما اتعمل يا كابتن اتعمل ليه؟ فلسفه الفار ايه هو؟ النهارده لما يجي في 2009 فرنسا بتكسب بهدف غير صحيح لتيري هنري بالايد، يجي وتوصل كاس عالم، ده الكلام ده اتعمل اجتماع في المجلس الدوله الاتحاد الدولي، وقرروا ان هم يستعينوا بتقنيه الفيديو لمثل هذه الحالات. صح. لما نتكلم على الزمالك والمقاصه، ولاعب المقاصه اللي بيلعب الكره بايديه والناس كلها بتشوف والحكم ما حسبش. مظبوط. الفار اتعمل لمثل هذه الامور، وليس لان الكره اتحركت، وليس ان الاوت طلع غلط، وليس ومع ذلك. تاني يوم بنشوف في الدوري الانجليزي رمي التماس بتلعب بالخطا، لاعب كل رجليه داخل الملعب، والحكم بيحتسب الهدف، والفار مفيش حاجه اسمها الفار يتدخل. ده شغل الحكم. صح. بنقول النهارده ايه؟ كل الناس طلعت قالت ان الفار تدخله خاطئ، مفيش مشكله. واحنا بنقول ايه؟ بنقول ان هو راجل اخطا في ان هو يتدخل في حاجه مش من اختصاصه. ما تطلعش يا كابتن عصام تقول ان الناس دي كلها مش فاهمه القانون. لا، يعني لما تتكلم على جمال غندور واحمد الشناوي وسمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وناصر عباس وتوفيق، يعني الناس دي كلها وتوفيق السيد وناس كتيره. لا، احنا الحمد لله فاهمين القانون، ولكن احنا بنحترم بعض، المفروض نحترم بعض. اللي انا عاوز اقوله يا عصام، نفسنا نشوف حكم في كاس العالم ان شاء الله 26 اللي جاي. على الرغم كابتن ايمن من كل المحللين مش في مصر، هنجيب مصر كده ونشوف. اسماعيل الحافي ده مسؤول التطوير في اسيا كابتن علاء، احد محاضرين الاتحاد الدولي، لما يطلع على صفحته ويكتب ان تدخل الفار غير صحيح وان الهدف صحيح، ده راجل مسؤول وما زال حتى الان مسؤول. لما يجي الحكم الكبير انجلترا ويقول ان الفار اخطا وان الهدف صحيح، لما يجي جمال حيمودي بتاع الجزائر ويقول لك الفار ليس له تدخل في هذه الحاله، ده بالاضافه للمحللين المصريين، قلنا الكلام ده، قلنا راينا. هذاك انت مش مقتنع، انت قول رايك. صح. انما دون انك انت تتعرض للمحللين، من فضلك اشتغل على نفسك واشتغل على حكامك. احنا محتاجين تحكيم كويس، محتاجين نشوف حد في كاس العالم 26 ان شاء الله. نروح للمباراه كابتن النهارده اللي كانت مليئه بالاحداث الغريبه واختلافات ما بين الحكم والفار يا كابتن علاء، ووقت كتير جدا 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 يا كابتن عصام. انت عندك النهارده دي حاله خدت مش عارف 4 من 5 دقائق، 3 دقائق، حاله مراجعه، حاله مراجعه. الفار معمول اقل تدخل
واقصى فايده. مظبوط. مش هاخد في الحاله النهارده احنا يعني الفار بيتعمل عشان سرعه اللعب. صح. النهارده الحاله بتاخد 5 دقائق في مراجعه حاله. صح. نروح لطاقم التحكيم النهارده اللي كان موجود. محمد الصباح حكم درجه اولى اول مباراه تقريبا في الدوري المصري. وهقول لك النهارده محمد الصباح مفيش حد يلعب مباراه غير محمد الصباح. دي مفاجاه. بمناسبه التطوير يا كابتن علاء يا كابتن عادل يا كابتن اسامه، لما بتتكلم عن التطوير انت النهارده في تعيينات لجنه الحكام ما عندكش غير الحكم ده اللي يدير هذا اللقاء. طب حد يسالني ليه بقى؟ ليه يا كابتن؟ ليه؟ طب احنا عندنا حكمين بره يا كابتن ايمن. محمود عاشور محمود البنا. تمام؟ احنا بنتكلم عن القائمه الدوليه. ايوه. وعندنا 3 حكام يعني طبعا من زمان هم مش بيلعبوا لانديه البترول. بريم نور الدين وعندنا احمد الغندور ومحمد الحنفي. دي 3. عندنا كمان 2 في القائمه الدوليه محمد عادل وامين عمر ومحمود ناجي. ايوه. مش عارف تحط حد منهم. امين عمر كان عنده ماتش الاسبوع اللي فات الاهلي. محمود ناجي يمكن ماتش انبي اللي هو في اول الدوري اللي حسب ركله جزاء على انبي وكان فيها كلام وكده مش قادر تحطه. لما يكون عندنا تطوير يا كابتن علاء على الاقل على الاقل يبقى عندي 3-4 حكام انا عامل حسابي فيهم اختار ما بينهم. صح. يعني ما زنقش الحكم وما اضغطش الحكم في هذه المباراه. ده التطوير اللي احنا بنتكلم عليه. نروح للحاله الأولى. معانا هنا طبعا الصباح على ميدان. هنا مطالبة بركلة جزاء. الحكم يعني كان قريب جدا جدا. الكرة تصطدم بالجسم وليس بالإيد يا كابتن أحمد. وبالتالي هنا مفيش مخالفة لمس الكرة بالإيد ودي كانت أول اختبار للحكم في المباراة. قرار صحيح من الحكم ومفيش أي مخالفة في هذه الحالة. الحالة اللي بعد كده. نفس الشيء هنا كابتن. نشوف الحالة دي تاني. هل هنا الإيد هل إيه الهدن خارجة عن الجسم أو الذراع؟ هل في مخالفة؟ هنا اعتراض إن في مخالفة لمس الكرة بالإيد. نشوف. ستوب. هل في مخالفة؟ وجهة نظري؟ لا. برافو عليك. إحنا هنا عشان كده إحنا بنقول الأمانة. كده ما خرجتش. يا كابتن اليد ملاصقة للجسم. ملاصقة للجسم. مظبوط. حتى لو جت في اليد وانا اشك ان هي جت في اليد جت في الصدر. ايوه بالظبط. يعني مش في ايده جت هنا. حتى لو جت حتى بس انا بقول لو جت في الايد هنا الايد مضمومه وبالتالي هنا طبقا للقانون يستمر اللعب وقرار صحيح من حكم المباراه. ده ثاني اختبار للحكم في منطقه الجزاء. الحاله اللي بعد كده. قريب ليها الصباحي كمان. قريب اه. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه هنا. الصباحي قريب قوي قوي قوي. ونفسي اعرف الدخول دوت ازاي. لازم ياخد كارت اصفر. ما يتقابلش بالبطاقه. مظبوط. خلاص احنا حفظنا والجمهور حفظ يا كابتن عصام. والناس كلها عندها ثقافة تحكيمية يعني كله بقى عنده ثقافة تحكيمية يا كابتن. هنا الدخول بهذا الأسلوب. قلنا هنا بطاقة صفراء للتهور. هنا طبعا الحكم لم يشر البطاقة الصفراء في هذه الحالة. وهنا بنقول صباح أنت كنت قريب ولكن القرار الفني كان موجود ولكن العقوبة الانضباطية ما كانتش موجودة. إلا بعد كده. حالة جميلة جدا 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 بحيي فيها الحكم المساعد شريف عبد المنعم. نجيب اللقطه من اول يا كابتن اسامه يا عربي. نشوف. ستوب ستوب. هرجع تاني. صلاح ابو حسين فينا يا كابتن؟ سابق يعني هو سابق نسام. واحد للمرمى في التسلل. ليه؟ سابق بالقدم اليسرى. ودي حاجه جميله جدا على فكره وبحيي فيها المساعد. ليه؟ ربط كويس قوي 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 قوي. طيب لو اتلعبت مباشره لصلاح محسن صحيح. قرار صحيح. تسلل. هو عمل ايه؟ نشوف. هل في النص لاعب لعب متعمد ولا لا؟ نشوف. هنا الكرة جت في رأس لاعب انبي. نشوف. هنا كابتن اهي. لمست. بقت لعبة جديدة خلاص. حتى لو كان صلاح محسن ده لعب متعمد من المدافع يا كابتن عادل. تمام؟ لما تروح ليه؟ هنا اتلعبت اهي اتلمست. هنا بنقول اللاعب المتعمد من المدافع حتى لو بلف التسلل يستفيد ويروح يجيب جول. ما اقدرش ارفع عليه. تسلل. وبالتالي هنا ربط كويس قوي قوي في الاول تسلل. لو راحت له مره واحده كان رفع. ولكن هنا بنقول ان هنا اتلعبت مره ثانيه من مدافع انبي. وبحيي الحكم مساعد ان هو خلى اللعب يستمر مفيش تسلل. صلاح محسن هنا بيكمل. لو كانت جت جون كانت بقت هدف. هنا نشوف الحاله اللي جايه. هنا ايضا مطالبه من محمد هاني. نشوف بركله جزاء من الحائط الدفاعي اللي هو اقل من 9-15. هل الكره لمست؟ نشوف. هنا
بس نقف. لم تلمس الكره. مش تلمس يا كابتن. ماشيين كويس يا عصام على فكره. ما عندناش مشكله مع حد. واقفين جنب حكامنا. هنا مفيش لمس الكره باليد على الرغم ان محمد هاني طالب ركله جزاء وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح من الحكم وكان من الفار. نيجي للقطه ديت. نركز شويه بقى في اللقطه اللي الفار النهارده جاب الحكم فيها. ودي اللقطه اللي خدت وقت كتير جدا 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 يا كابتن. نشوف. هنا جاب له الفار جاب له كذا لقطه يا كابتن ايمن. ايوه كابتن. كذا لقطه. طيب هل الايد في وضع طبيعي ولا مش وضع طبيعي؟ لا مع بعض يعني خلينا بس يعني نتناقش. ما هو في لقطات يا كابتن كانوا جايبينها يا ريت تجيب لي مش واضحه. تجيب لي في لقطه واضحه كذا لقطه. هات لي كده لقطه ثانيه غير كده. ايوه بالظبط. في لقطه من الجنب كده كان ايده راح للكره قبضت ايده. هات لي ديت ماشي. ايوه هي دي وقف يا كابتن. ها ايده بره. ايده بره. الايد بره طبعا. انا كحكم انا بسال سؤال. هل المدافع لعب كابتن احمد؟ احنا قلنا دايما المدافع او اللاعب عندما يلعب الكره ثم تصطدم بايديه للمفتوحه او الخارجه يستمر اللعب. يستمر اللعب. هنا الفار جاب صباح. انا بس سؤال ان الصوره مش مدركه. لو اللاعب المدافع ده يا كابتن اهو اللي لعب الكره وجت في ايديه انا همشي في القرار ان مفيش مخالفه لمس الكره باليد. امال هو جابه ليه يا كابتن؟ السؤال ده بقى انا بحييك عليه. لما هو عارف هرجع لاصل الحكايه. هرجع لاصل الحكايه يا كابتن ايمن يا كابتن اسامه يا رب. كابتنين بقى في ده. هو الفار قال لك ايه؟ تاني يا كابتن عصام عشان تقول لي حكامك. الفار قال ايه؟ قال ان الفار هنا معمول للاخطاء الواضحه الغائبه. الواضحه بمعنى ايه؟ لما نقعد 70,000 نقول دي ركله جزاء. طالما في صوره مش واضحه مش واضحه مش واضحه يا فار من فضلك ما تجيبش الحكم. انت جايب لي صوره انا مش عارف هل اللاعب لعب هل جت في الايد. فبالتالي هنا رجع الصباحي استمر اللعب. دعات فيها كتير جدا. ده اللي انا بتكلم فيه. والفرق فيها كتير جدا. انت حتى رتم اللعب اثرت عليه يا كابتن عبد العزيز. انت في الفار. انا في الصوره ديت يا بلال انا مش هجيبها لك. ما انا بشوفها. بجيبك تعمل ايه؟ يعني هجيبك تعمل ايه؟ خد القرار. هل اللاعب لعب؟ هل جت في الايد؟ مش حاجه واضحه. فيش كاميرا موضحه ان هنا في مخالفه. كابتن السؤال بقى بعد اذنك هو في كاميرات فار في الدوري؟ اصل دي الكاميرا بتاعتنا احنا انا بتفرج عليها العاديه. كابتن المشكله ايه؟ المشكله ايه؟ انا بس بتكلم في الاصل كابتن ايمن. لحكم الفار ما عندكش لقطه واضحه للحكم ما تجيبوش. ما تجيبش. ما تورطوش ما تعملوش مشكله لان انت جبت الفار وتحت ضغط حكم شويه لو هيمشي معاك هيحسب. ايوه. ولكن انا مش شايفين هنا هل في مخالفه ولا مفيش. اعتقد ان هنا انا من وجهه نظري لو اللاعب المدافع لعب الكره وجت في ايديه يستمر اللعب. نروح للحاله اللي بعد كده. الحاله دي بقى الحاله بقى المهمه اللي هنا الصباحي كان على كوس منطقه الجزاء. نشوف. خلينا بس مع حسام حسن. حسام حسن. نشوف حسام حسن. ايوه دي بتاعت حسام حسن. ماشي. هنا لحد دلوقتي مفيش مشكله بس. مش شايفك يا كابتن. اتفضل. اتفضل. تعال ماشي. لو زاويه ثانيه من فضلك. زاويه ثانيه من فضلك لو في. طيب. هنا مدافع يا كابتن هنا الكره موجوده هو يعني لم ينجح في لعب الكره ولكن هنا الايد. والايد قلنا لما تتحط ما فيش مشكله ولكن الايد لما بتيجي حوالين الجسم تمام على الاقل. يا فار هاته بقى في دي. ارجع له صح. هاتوا في دي مش ما تجيبوش في الثانيه. نشوف اللعبه دي من فضلك هاتها لي ثانيه لان ليها اكتر من زاويه يا كابتن ايمن. نشوف ثاني الزاويه الثانيه لو في موجوده. نشوف. نشوف. دي اوضح. دي اوضح شويه يا كابتن. ايد الشمال. ايد العكسيه. ايد الشمال. بالظبط. يا سيدي ممكن نختلف انا وانت كابتن ايمن بس هاتني اشوفها. صح. تمام؟ صح. نشوف الحاله الاخيره اللي هي الهدف اللي معانا. الهدف هنا. وخلينا نربط ما بين الكرة ولاعب نادي الاهلي. كرة سابقة اعتقد يا كابتن انه واضحة هنا يوسف البساطي كان الحكم المساعد. ايوه. تمام؟ وده الفار ودي كاميرات الفار اللي بتقول والخطوط ان هنا نشوف هنا لحظة هنا نمشي لحظة اللمس بس الكرة ونشوف موقف لاعب نادي الاهلي نمشي تمام. هنثبتها قبل ما يلعبها يا كابتن. هنمشي نحط بس اللاعب يحط رجليه في الكرة من فضلك. بالظبط. نمشي شوية. لا لا هقف بس لحظة التمرير. مش من دي. خلينا في الزاويه المفتوحه. احمد عبد القادر هنا. ايوه بس كده. هنا الكوره يا كابتن
بنتكلم هنا العبره ما بين الكره، هم اقرب يا كابتن، الكره ولا اللاعب؟ يعني من خلال الفار نقول بكل المقاييس، يمكن اصعب شيء نقوله ان لو قلنا ان هنا المستوى مستوى ما بين الكره وما بين القدم، على الاقل الحكم هنا مساعد اشار باحتساب الهدف، الفار خد فيها تقريبا يمكن 4-5 دقائق، وده طبعا ما بيحصلش في اي دوري موجود يا جماعه، ولكن حاله من الحالات الصعبه اللي هي بنقول دايما بندعم قرار المساعد فيها، طالما الفار دعم قرار الحكم المساعد بنمشي، لان صعبه جدا 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 على اي حكم مساعد. وبالتالي هنا استنينا الفار، والفار اكد على صحه الهدف. كابتن مش ممكن نطالب بفار زي بتاع انجلترا؟ المفروض احنا لازم، احنا يعني 90% من الكور تمام، ايوه، تحس ان الكاميرات اللي احنا بنتفرج عليها هم دول اللي بيجيبوها لنا، مش حاجه ثانيه يعني، دي كاميرتنا احنا يعني، كاميرات المتفرجين. احمد احنا بنتكلم على بيقعد، وبعدين يا كابتن الحاله معلش انا اسف، لما تقعد لك حالتين 10 دقائق في الماتش مش معقول يعني اولا حاجه صعبه جدا. طبعا انا لسه بقول لك يا كابتن عادل، ادي واحد عادل 5 والتاني عادل 4 ادي 9 وفي واحد وبتاع تهاني كان بنالتي عادل دقيقتين، كل يعني مش معقول يعني. فين سؤالك الماتش كله فار؟ حاجه صعبه جدا بجد يعني. بس هرد على كابتن بلال، بس كابتن بلال، كابتن الفار معمول ليه يا كابتن بلال؟ ليه؟ عشان العداله، عشان الحكام اللي عندنا ما فهموش في القانون. وسرعه استئناف اللعب يا كابتن. لا لمساعده. معمول ليه يا كابتن؟ سرعه استئناف اللعب بالظبط، ودي محتاجه تدريب يعني، الفار محتاجه ان حكامك تتدرب شويه يا كابتن عصام، لان من غير ما اقول النهارده تعطل لي مباراه 4-5 دقائق في حاله، والحاله الثانيه نفس الشيء، فين التطوير؟ عاوزين تطوير النهارده. في كم مره الفار طلب الحكم؟ كم مره النهارده؟ اللي ركله الجزاء، ركله الجزاء والهدف اللي اتعمل 4 مرات بالظبط، بتاع كرة تاني تقريبا يعني. واحد كرة تانية بالظبط كده، اربع مرات لما ياخد 13 14 دقيقة في الاربع مرات يا كابتن، كتير جدا. تمام كتير جدا. الفار في انجلترا مفيش 30 ثانية بس، هو يا لا يا كابتن، كاميرات يا بلاد كتيرة جدا. طب ما يجيبوا كاميرات يا كابتن، ما يجيبوا كاميرات، لا 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 تقنية مختلفة يا كابتن. بص يا كابتن، احنا بنتكلم في حاجتين. اولا اسمع يا كابتن ناصر، خلاص يشيلوها يا كابتن، احنا بنتكلم يشيلوها يا كابتن. بص يا كابتن ناصر، اتفضل يا كابتن. ايه ده بس يا كابتن، بس صح يعني كابتن، قاعدين بنتفرج على ماتش 90 دقيقه، انا بكون 15 دقيقه منه ضايعين في الفار تمام يعني، و 15 تانيين اللعيبه بتوعه ما بتقومش. طب يعني ما هنلعب امتى يعني؟ الماتش هيتلعب امتى؟ قد ايه؟ لا ما هو كمان اللعب بره ال 50 دقيقه كمان. نسمع كابتن ناصر يا كابتن ناصر. كابتن علاء معلش خليك معايا، قول يا كابتن، قول. الحد ادنى لعدد الكاميرات في ميدان اللعب 13 او 14 كاميرا كابتن، 14 ده الحد الادنى. الادنى بنوصل ل 33 كاميرا، عشان كده بنتكلم في الفار. عشان كده الحاله لما بتيجي في الدوري الانجليزي عنده اكتر من زاويه بيشوف منها الحاله، وبالتالي تبقى الوقت قليل جدا جدا، بالاضافه لايه؟ لنوع الكاميرات اللي موجوده، بالاضافه لايه؟ لتمركز الكاميرات في ميدان اللعب. حاجات كتيره جدا جدا لابد ان احنا نتكلم فيها، تقنيه وتطوير حكام. الموضوع لسه شويه يا كابتن ايمن، محتاج تطوير، محتاج شغل على نفسينا، مش محتاج ان احنا نطلع نتكلم نبرر اخطاء الحكام اكتر من احنا نشتغل عشان نطلع حكام كويسين. اتفضل يا كابتن عادل. يعني هو ليه الكابتن عصام ما بيعتذرش للاخطاء؟ يعني هل هو لو قال ان انا ده في خطا الناس هتحترمه؟ ما فيهاش مشكله، انت ما اخطاتش يا عصام، الا اخطا الحكم عندك بالظبط، وده وارد. وده وارد كابتن، وده وارد ويخطأ. كل النقطه ايه لو طلعت اعتذرت وقلت لا الموضوع ده الناس تاخد حقها، ممكن يعيدوا المباراه الكرة دي بتعيد مباراة كابتن. انا هدي مثال، هدي لك مثال جميل جدا يا كابتن، بس لو معانا وقت اتفضل. مانويل نافارو، من هو مانويل نافارو؟ هو كان ماسك رئيس قسم التطوير مع ماسيمو بوساكا في الاتحاد الدولي، حاجه جامده جدا. هو النهارده ماسك التحكيم في السعوديه يا كابتن بلال، كابتن احمد ماسك التحكيم في السعوديه، لما طلع قال ايه؟ قال عندنا اخطاء، مش هنقدر نقول ما عندناش اخطاء، قال كده. وقال من حق الانديه تعترض، والاعلام يتكلم وينتقد، ومن حق كمان المحللين يحللوا، ومن حق انا النهارده الناس دي لها الحق، وانا اشتغل على الحكام. لان النهارده الدوري السعودي تقريبا يمكن البعض عارف 70 او 60% من الحكام أجانب. كلهم من اجانب. فالراجل بيتكلم النهارده قال لك انا ليا شغل هشتغله، عشان ازاي النهارده السعوديه ما عندهاش حكم في كاس العالم، اشتغل النهارده كابتن بلال عشان اطلع حكم لكاس العالم. الراجل ما وجهش اي انتقاد لاي حد من الناس اللي بتحلل وتقول له اني عندك اخطاء تحكيميه. تمام تاني بنقول من خلال قرارات النادي الاهلي، احنا بنحترم الجميع وداعمين ومساندين للتحكيم بشكل عام لحكامنا، ودايما لما بنقول حاجه كابتن ايمن
حاله بنقول عشان الناس تتعلم والناس تطور من اداء. تاني يا كابتن عصام يا ريت يبقى في يعني عاوز اقول اللغه ما بين المحللين وحضرتك تكون افضل من اللي بيحصل دوت. ويا ريت يا كابتن عصام نشوف حكم 2026 ان شاء الله في امريكا الشماليه يكون حكم مصري او طاقم تحكيم بالكامل في امريكا الشماليه. شكرا يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا يا كابتن نصر امتعتنا. الله يخليك يا كابتن. شكرا. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وانبي والمؤجله من الاسبوع ال 15 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 عن جداره واستحقاق بعد ريمونتادا اكثر من رائعه. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن علاء ميهوب. شكرا يا كابتن شرفتنا وامتعتنا. اشكرك دايما والحمد لله ثلاث نقاط مهمين واداء مقنع جدا والحمد لله يا مباراه صعبه لكن الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. لله كابتن احمد بلال امتعتنا يا كابتن. شكرا. ربنا يخليك كابتن ايمن. مبروك للاهلي. مبروك عوده الروح للجسد زي ما بيقولوا. النادي الاهلي النهارده روح عاليه جدا فنيات عاليه اداء راقي جدا من اللعيبه وده مؤشر جيد للمباراه النهائيه باذن الله. باذن الله الفاينل ان شاء الله الافريقي ان شاء الله. كابتن سامع عرابي شكرا كابتن امتعتنا. شكرا ليك ايمن ومبروك ومبروك للجهاز واللعيبه ونتمنى انه يحافظوا على هذا الاداء وطبعا المكسب اللي جه في توقيت صعب لان ده بيسعد جماهير النادي الاهلي كلها يعني. كابتن علي الرحمن شكرا يا كابتن. اولا يا كابتن مبروك للنادي الاهلي واتمنى تاجيل المباراه القادمه وركز بقى خلاص المباراه انتهت وركز في الفاينل ان شاء الله وانا عندي قناعه ان شاء الله هتتاجل المباراه القادمه لان الاهلي بيلعب باسم مصر ونكسب الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياه.